مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في آخر حلقات الأسبوع من رأي عام. النهاردة تشرفت بحضور الندوة التثقيفية رقم 29 للقوات المسلحة الباسلة. هذه الندوة تزامنت مع الاحتفالات المستمرة والمتواصلة لانتصارات أكتوبر، الذكرى 45 لهذا الانتصار العظيم. عنوان الندوة كان أكتوبر تواصل الأجيال. ده ما كانش مجرد عنوان، احنا شفنا فعلا لا قولا تواصل لأجيال الأبطال المصريين. شفنا الفريق يوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة في حرب أكتوبر 73، وشفنا أيضا الجندي المقاتل البطل محمود محمد مبارك اللي فقد نور عينيه في أثناء إحدى العمليات لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء. إذن كانت الندوة اسم على مسمى تواصل الأجيال، جيل بطل يسلم جيل بطل آخر. النهاردة الشعور بالفخر اللي كان مسيطر على الفريق يوسف عفيفي وهو بيستعيد ذكرياته في حرب أكتوبر المجيدة، بيستعيد كل لحظات لا تمحى ولن تمحى من الذاكرة ولن تمحى من كتب التاريخ. نفس الشعور بالفخر إحنا قاعدين بنستمع إلى المتحدثين، لمسناه أيضا في كلام وعبارات بليغة فاجأتنا صراحة من الجندي البطل المقاتل ابن أسيوط محمود محمد مبارك اللي فقد بصره لكنه لم يفقد بصيرته. الشعور بالفخر هو بيستعرض لنا رحلته نحو نيل هذه الشهادة، شهادة البطولة، وهو جندي استدعي للجيش لتأدية الخدمة العسكرية في معسكر في الإسماعيلية سنة 2014، وإزاي تم استدعائه للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، إزاي كانت بتتم هذه العمليات، عملية التمشيط اللي أصيب فيها وفقد فيها بصره. كل كلمة وكل عبارة كنا بنسمعها من محمود محمد مبارك كانت بتخلي جسم الواحد بأشعر. ليه؟ لأنها صادرة من القلب، صادرة من القلب وصادرة بصدق. يعني محمود محمد مبارك رغم أنه مش عارف عمره، ربما لا يتجاوز 25 سنة، لكنه كان بيتحدث بثبات، وكان بيتحدث وهو عارف نفسه واقف قدام القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، قادة كبار، المشير طنطاوي، المستشار عدلي منصور، الفريق يوسف عفيفي، رئيس الوزراء، قادة البلد، المسؤولين، وكان بيتكلم ببلاغة وبفصاحة بجد يعني خلتنا نشعر بالفخر انه فعلا جيل بيسلم جيل. خلونا نسمع. لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا كان حد هيديكوا الارض الا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقيه، ثمن الحرب الحقيقيه. في الوقت ده كان الخسائر كتير، وكانت دي أحد أهم الأسباب، وأنا بقولها دلوقتي بعد 50 سنة وأكتر، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. ده طبعا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالمناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة يعني ارتجل كلمته ما كانتش مكتوبة، وحتى النهاردة في بداية الكلام كان بيقول أنا يا جماعة هتكلم كمواطن مصري، كإنسان مصري وليس كرئيس الجمهورية. كانت كلماته صادقة ونابعة، وهو بيعمل استعراض كبير لفترات زمنية مختلفة.
الرئيس السيسي بيقول انه عاصر فترتين، الفترتين اللي هي فترة ما بعد الهزيمة، وبيقول انه كان سن صغير ساعتها، وفترة حرب الاستنزاف الى ان حدث الانتصار العظيم. وحتى حدوث الانتصار العظيم، يعني الفترة السابقة على الانتصار، أسهب الرئيس في وصف الشعور بالمرارة لدى المصريين. عايز أرجع بس قبل ما يعني نعرض ونستعرض كلمة الرئيس السيسي، وإحنا بنتكلم عن تواصل الأجيال، وإزاي النهاردة فعلا الندوة كانت اسم على مسمى، إزاي اتكلم الفريق يوسف عفيفي وبعده اتكلم الجندي مقاتل البطل محمود محمد مبارك ابن أسيوط اللي فقد عينيه وفقد نظره، ولكنه لم يفقد بصيرته في إحدى العمليات الدائرة في شمال سيناء. عايزين بس يعني نشوف ونسمع هذا الجندي المقاتل في البداية. خلونا نسمع محمود محمد مبارك ونسمع البلاغة أو جزء من كلمته يا جماعة، البلاغة والفصاحة والصدق والوطنية. ألف مرة اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده درعك وسيفك وابن بلدي اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قالوا عليه أصيل نعمة الولد، اللي سرته تمل مسك وردي. أنا فقدت نور عيني وأنا بدافع عن مصر عشان مصر تفضل أمنة ومستقرة. إيه بشوف وغير بيمشي وغير عايش، بس ملناش مكان ولا موطن نسكنه. أنا فندم لو ارتد إلي بصري ألف مرة وخسرته ألف مرة عشان خاطر مصر تفضل أمنة ومستقرة، والله العظيم أنا راضي، والله العظيم أنا راضي. أنا عايز أقول لكم على حاجة يمكن والله العظيم مش هتصدقوني، أنا فقدت بصري لكن ما فقدتش بصيرتي. أنا بنتي ما شفتش وشها بعينيا، لكن والله العظيم بشوف ملامح وشها بنور قلبي، بحطها هنا بحس بيها بقلبي مش بعينيا. ربنا عنده كتير. وأحب أن أهدي رسالة شكر للسيد الوالد أبويا وأمي، أم البطل وأم كل بطل، أمي أم الشهيد وأم كل شهيد اللي قدمت ابنها هدية لمصر. ومحمود بيتكلم وحتى يعني لما يعني أشار أنه كمل حياته بعد ما خرج من الجيش بعد الإصابة دي، واتجوز وبدأ حياة تانية وخلف. الواحد كان يعني متخيل طب مشاعره إزاي، اتجوز وخلف ومش يعني بيشيل بنته بس ما شافهاش ولا عمره هيشوفها، ازاي يعني ما شعور هذا الانسان؟ حضراتكم متخيلين؟ يعني يمكن كلنا تأثرنا بهذه اللقطة، اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي وهو محمود شايل بنته سندس. وشفت الرئيس ايضا تأثر وشفنا الدموع في عينيه وهو بيتابع كلام محمود، وشايف على الشاشة الكبيرة ازاي محمود لابس النظارة السوداء وماسك سندس، ازاي محمود بيقول انا عمري ما شفتها ولا هشوفها لكن شاعر وحاسس بيها بقلبي. يعني لحظة صدق نادرة الحدوث، لحظة صدق لا تصدر إلا عن إنسان صادق وإنسان وطني ما فيهاش أي افتعال وما فيهاش أي اصطناع. يعني أنتم أمام نموذج لإنسان مصري بطل، شاب مصري من أبناء أو أحفاد جيل أكتوبر العظيم محمود محمد مبارك. زي ما قلت لحضراتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة قال كلمة غير مدرجة في جدول أعمال هذه الندوة التثقيفية، وتكلم كإنسان وليس كرئيس، كمواطن مصري وليس كرئيس لجمهورية مصر العربية. تكلم عن المرارة اللي عاشوها المصريين بعد هزيمة 67، تكلم عن الضغوط اللي كانت بتمارس من الشارع على القيادة السياسية، عن مظاهرات الطلبة اللي كانت بتدعو
القيادة السياسية لاتخاذ قرار الحرب، وقد كان. طبعا كلام الرئيس كان مركز جدا ومحدد جدا في مسألة انه القدرات العسكرية بتاعة الجيش المصري ما كانتش تتناسب اطلاقا مقارنة بقدرات اسرائيل. السادات اتخذ القرار حسب كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل مقارنة لم تكن في صالحنا بالمرة، كان فرق القوة كان لصالح الخصم. ويمكن في هذه النقطة تحديدا استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقال شهير للكاتب الكبير الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكان هذا المقال استعرض مسألة صعوبة المهمة الملقاة على عاتق القوات المسلحة في ذلك الوقت، ليس فقط صعوبة بل استحالة. ساتر ترابي بيمتد من بورسعيد للسويس، خط منيع وحصين، تقديرات وتقارير عسكرية بتقول إنه هذا الساتر الترابي يحتاج إلى قنبلة ذرية لكي ينهار ولكي يعبر الجنود المصريين إلى الضفة الأخرى من قناة السويس. تقديرات لم تكن في صالحنا، لكن الرئيس استعاد الظروف واستعاد الأجواء اللي عاشتها القيادة المصرية قبل ما تتخذ قرارها بالحرب في 6 أكتوبر، وأشار إلى مناقشات كانت بتدور داخل القيادة والكلام اللي قاله اللواء المرحوم باقي يوسف، باقي زكي يوسف، صاحب فكرة استخدام خراطيم المياه في فتح ثغرات في الساتر الترابي. وأشار الرئيس أيضا إلى القصة التي أصبحت شهيرة الآن، وهي استيراد مواتير مياه لصالح وزارة الزراعة. هذه المواتير طبعا استوردناها من ألمانيا ساعتها، ألمانيا الشرقية، واستخدمت للتمويه لأنها جاءت على حساب أو لصالح وزارة الزراعة في ذلك الوقت، واستخدمت من قبل اللواء باقي زكي يوسف، واتعملت بروفات لهذا العمل العظيم، العمل الرائع، العمل الذي سيخلده التاريخ بحروف من نور. طبعا تم تكريم اسم اللواء باقي زكي يوسف اللي غادر دنيانا في شهر يونيو الماضي، والرئيس توجه إلى أرملته وإدالها الوسام وشكرها، وطبعا كانت لفتة رائعة. نشوف جزء من كلام الرئيس. أنا من الجيل اللي ممكن يكون عاش المرحلتين، عشتهم وفاكرهم بدقة شديدة صدقوني، وأنا عشان كده مش كاتب حاجة، أنا هكلمكم كإنسان عشت المرحلتين. في كلام كتير اتقال في الفيلمين ومن القادة اللي اتكلموا، لكن في كلام لما بيتقال محتاجين ندوقه، مش محتاجين نعرفه، ندوقه نعيشه. أنا عشت تجربة هزيمة 67، كنت مش كبير قوي، وفاكر كل التفاصيل، فاكر كل مقال اتكتب في الوقت دوت، وفاكر قد ايه مراره الهزيمه اللي عاشتها مصر. وبرضو احنا عايشين دلوقتي معركه لها مراره، لكن الفرق بين المعركتين كتير. المعركه الاولى كانت واضحه، كانت معلمها واضحه، عارفين الخصم وعارفين العدو، وكمان عارفين امكانياتنا بعد الهزيمه. صحيح احنا فقدنا الجيش سنة 67، لكن ما فقدناش الإرادة. فقدنا الجيش في 67 لكننا لم نفقد الإرادة، وإن شاء الله بإذن الله لن نفقدها أبدا. المعركة ما انتهتش، هكذا يشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معركة ما انتهتش، موجودة بمفردات وأدوات ووسائل أخرى
غير اللي كانت في 67، لأنه كما قال الرئيس العدو زمان كان واضح، كان في عدو على جبهة أخرى، لكن الآن العدو يعيش وسط المصريين. الرئيس ركز أيضا على أنه التحدي الكبير هو بناء الوعي، بناء الوعي وعدم الاستسلام للشائعات، ويمكن بناء الوعي أخذ حيز كبير من كلمة الرئيس اللي بأكرر لحضرتكم أنه ارتجلها، ما كانتش مكتوبة. معركة اليوم حسب كلام الرئيس السيسي بأدوات مختلفة يلعب فيها الوعي دور كبير جدا ودور هام جدا والدور الأبرز في مواجهة هذه المعركة اللي ليها أدوات مختلفة. أيضا الرئيس وهو يشيد بصلابة القوات المسلحة المصرية وعظمتها في وقت كان الحرب جرت واتخذ قرار الحرب، وإحنا أي مصر يعني كانت ما بين معسكرين شرق وغرب، أمريكا والاتحاد السوفيتي في آنذاك في ذلك الوقت، مع ذلك اتخذنا القرار وإمكانياتنا قرار الحرب وإمكانياتنا المادية وإمكانياتنا الاقتصادية وإمكانياتنا العسكرية لم تكن لتواجه عدو مثل العدو الإسرائيلي ولا جيش مستند طبعا إلى الغرب ومستند إلى الولايات المتحدة مثل الجيش الإسرائيلي. أشاد الرئيس طبعا بقرار الرئيس الراحل الزعيم الراحل أنور السادات، وحتى يمكن الرئيس السيسي النهاردة بيقول أنه هو بيقارن بين إمكانياتنا وإمكانيات العدو، بيقول كأنك بتقارن ما بين عربية سيات وعربية مرسيدس، سيات حاجة والمرسيدس حاجة تانية خالص. لذلك بيقول لك يعني أنا كنت راكب سيات وسبقت المرسيدس، ما تقوليش برافو يعني، على الأقل يا أخي قول لي برافو يعني. طبعا لما قال كده الرئيس يعني ضجت القاعة بالتصفيق، وكانت يعني كان تشبيه رائع صراحة. نشوف أيضا جزء من هذه الكلمة. المعركة ما انتهتش، المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. واستطاعوا بالفكر، استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. وبعدين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا اللي انا بعتبره هو العدو الحقيقي، الوعي المنقوص او الوعي المزيف اللي كتير بيحتاج مننا، مش بس على مستوى النخب او المفكرين والمثقفين والاعلاميين، على حتى على مستوى ناس اكبر من كده، ان هم اذا كانوا مهتمين بحفظ البلد دي وحمايتها ان هم يدركوا الصوره الكليه للواقع اللي احنا فيه. إدراك الصورة الكلية للواقع اللي بيعيشه المصريين، ده كان طلب أساسي النهاردة في الكلمة المرتجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا كان لابد أنه يشير إلى تطورات حصلت في الأيام الأخيرة، وأنا أقصد بها القبض على اللي بيسموه أسامة بن لادن المصري، هشام عشماوي، هذا الإرهابي الخسيس اللي الجيش الليبي قبض عليه قبل عدة أيام في مدينة درنا الليبية. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة قارن ما بين البطل الشهيد أحمد منسي وهذا الإرهابي هشام عشماوي، قال لك هما الاثنين كانوا في نفس الجيش في نفس الوحدة، لكن واحد سلم دماغه لأفكار هدامة وأفكار إرهابية، والآخر نتذكره بكل حب وبكل تقدير. وطبعا في كلمة أو في عبارة كده قالها الرئيس والجميع فهمها وفهم المقصد من وراءها، لما قال على هشام عشماوي عايزينه علشان
نحاسبه. نسمع. وما حدش يتصور انه من غير الوعي الحقيقي ده في المعركة اللي احنا ماشيين فيها دي، ومعرفة ان العدو غير، بس غير اشكاله وخلى زي ما قلت كده يبقى جوانا، يبقى مننا. شوفوا لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ أنا بقول لكم بس الحكاية، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم إيه؟ إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، والتاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ اسمحوا لي ارحب بضيفي العزيز الصديق الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجله الاهرام العربي واحد حضور الندوه الثقافيه او التثقيفيه 29 للقوات المسلحه النهارده. استاذ جمال برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، وبرحب بحضرتك وبكل الساده المشاهدين، وبقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مرور 45 عام على انتصار اكتوبر 73. انتصار اكتوبر 73 كان حاضر بقوه النهارده، حتى يعني انا في المقدمه وانا بقول انه العنوان بتاع الندوه التثقيفيه النهارده اكتوبر تواصل الاجيال. احنا فعلا شفنا تواصل اجيال من الفريق يوسف عفيفي حتى محمود محمد مبارك. اهم اللقطات اللي لفتت نظرك النهارده يا استاذ جمال في الندوه. شوف استاذ عمرو، يعني في الحقيقه خلينا نقول في الاول كده، من الوهله الاولى منذ دخول القاعه ويحضرني تحيه كان واجب توجيهها للشؤون المعنويه، وده بيؤكد على اداء احترافي لاداره الشؤون المعنويه منذ 6 سنوات، او يعني منذ يعني ان كان مديرها اللواء محسن عبد النبي وهو يشغل مدير مكتب السيد الرئيس الان، وحتى تولي المسؤوليه للواء اركان حرب احمد خليفه وكل رجال الشؤون المعنويه، وكانت فيها لمسات احترافيه واضحه جدا. صحيح. سواء في المواد الفيلميه المصوره، في الترتيب، في الاداء، رغم انه في حاجات فنيه احنا داخلين مثلا ما كنتش تعرف البروجرام بتاع الندوه ايه، ولكن كان سلس جدا وناجح جدا ومهاره عاليه جدا، من حفله لغنوه لواحد مهموم لحد قدم روحه لتعبير والى اخره. دي ملاحظه. الملاحظه الثانيه تتعلق ب بنخش برضو في الجو العام، يعني قبل ما اخش في ملاحظات تتعلق بكلمه السيد الرئيس، الجو العام، انت امام دوله طول الوقت بتتبني في لحظه مخاض عسير بيمر بها العالم كله. يعني ده عنوان بس عريض على انه نقول الله ده امريكا بتتصارع مع روسيا على مين عمل ايه في الانتخابات، ده بريطانيا عايزه تطلع من الاتحاد الاوروبي، ده بريطانيا مش عارف الصين وامريكا في مشاكل صراعات تجاريه، وانت لوحدك في العالم طالع تحديات خارجيه بتلعب لوحدك، انت محور لوحدك، وتحديات داخليه اصعب مما تتخيل في الخلفيه. طالع من 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 7 سنوات، كل سنة فيهم لها علاقة بتاريخ، وكل تاريخ له علاقة بمرحلة وصعوبة ومشاكل وبناء ودراما وتغير وحالات. انت امام دولة يعني كان رئيس بيحكم دخل السجن، واحد خرج من السجن بقى حاكم، دخل التحولات السريعة التي كانت تدار من ايادي ايضا غريبة. احيانا الواحد بيبص على الشريط ده اللي حضرتك بتشير ليه يا استاذ جمال، بيقول هي البلد دي صمدت ازاي؟ بالظبط.
هنا بقى ايه صمدت ازاي؟ صمدت لانه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وهو ياخد الكلمه هو ده سر صمود هذه الدوله. بمعنى ايه؟ انت عارف حضرتك زي ما كنت بتقول ما كانش مدرجه ضمن اجنده الندوه كلمه السيد الرئيس، لكن واضح انه كان واضح عليه انه انت امام، قال انا بتكلم بصفتي انسان وبصفه مواطن، لكن خليني اقول هو انسان ومواطن ورئيس امام هم عام لدوله بتتبني، دوله فيها تحديات كبيره جدا، فكان لازم وهو يتحرك، كان لازم انه يتحدث في هذه اللحظه. وملاحظات على هذه الكلمه، وده سؤال حضرتك اللي سالتني فيه في البدايه، انه يعني بعيدا عن انه الكلمه تقريبا 39 دقيقه و 25 ثانيه ده انت تماما بالظبط تمام كلمه كانت ارتجاليه تلقائيه غير مرتبه، اعتقد من افضل الكلمات التي ظهر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان كانت مكثفه جدا على الرغم انها غير جاهزه، ولكن هو استدعاءه للتاريخ واستدعاءه لمرحلة زمنية هنا كانت مهمة جدا. هو سر ده سر الطبخة المصرية، سر صمود هذه الدولة المصرية. ربط انت 67 و73 وحرب كام سنة من 67 ل 73، دول كام سنة؟ حوالي 6 سنين. انت الآن خط حرب ايضا من بعد 2011 لغاية دلوقتي دخلت في 6 7 سنين. الظروف هنا صعبة جدا، والظروف هنا صعبة جدا، وما بينهما شعوب مختلفة. صحيح ان المتغيرات بتختلف، صحيح ان التحديات بتختلف، لكن طول الوقت مستمرة. هنا يعني الرئيس اراد ان يكون واضحا مع المصريين، وكان قال جملة الحقيقة انه نتمنى انها تبقى قاموس، وده دليل على انه انت امام قيادة منفتحة على المصريين. بيقول لازم نحط المصريين في الصورة، لازم يبقى الإدراك العام للمصريين عارفين. وده يعني لاحظناه في كلامه، لأنه أنت عشان تبني دولة لازم تعرف مقوماتك إيه وإمكانياتك إيه. ما تجيش أنت النهاردة تيجي تقول لي إحنا أنا يعني المفروض كنت تعمل وتعمل وتعمل. من حقك تقول. استدعى كمان من الذاكرة انه مسألة الضغط الرأي العام على الرئيس السادات، يعني بعد حرب 67 او بعد 71 و72 طبعا. الضغط ده هو كانت المظاهرات بتبدأ من جامعة القاهرة مرورا بكوبري عباس وصولا لبيت السادات، الرئيس السادات. هنا بقى ايه، هنا الفكرة في ايه يا استاذ عام؟ الفكرة انه من يتخذ القرار لديه ظروف ورؤى ووجهة نظر وداخل درجه أوراق ومعلومات، ومن ينادي بها أو يعني يتعجلها هو ويقف على شط آخر له حساباته الخاصة. وهنا مش عايزين نتكلم في التاريخ قوي لأنه ده موجود، لكن ده رسالة واضحة لأنه علينا في إسقاط للحاضر ولا للمستقبل. للمستقبل أهم، ما يهمنيش انا الماضي ولا يهمني المستقبل، كل ده هيؤدي للمستقبل، لكن انت امام مستقبل جاي، عايز تبني دوله يعني مثلا زي ما سياده الرئيس تفضل وقال انه المصريين في سنه 52 كان عدد سكانهم 20 مليون بالزبط. 86 50 مليون الان 100 مليون. يبقى اذا انت امام دوله محتاجه امكانيات كبيره جدا. طب انت مستعجل ولا مش مستعجل؟ انت 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 لو مستعجل كمواطن من حقك، ومن حقك ان تعيش الامل، ومن حقك ان تجد ما تطلبه، ومن حقك ان تعيش حياه كريمه، ولكن عليك ايضا او على مؤسسات الدوله، على مؤسسات الدوله ان تحيط المواطن، ان تضعه في الصوره وفي الوعي العام. وده رسائل وجهها للجيش، لقادة الجيش، لكل الإعلام ولمؤسسات الدولة. وخلينا نتكلم كيفية صناعة الوعي هنا، ازاي ده يحصل. بس قبل ما نخش في صناعة الوعي، لو تحب الرئيس عندما يتحدث حتى في مسألة الوعي والإدراك وتوفير المعلومات، كان لديه معلومات مثلا عن الفرق بين لما تحدث عن الكهرباء والإنفاق والدعم الذي
مقدمه للدوله. سأل الدكتور شاكر، سأل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وممكن تكون ليه المعلومه، لكنه يلجا الى المتخصص لكي يعطيه المعلومه او يقدم المعلومه للمواطن كما هي. عندما تحدث عن البترول ايضا طلب من وزير البترول ان يتحدث. الفارق هنا يعني ايه الفارق كبير سواء في البترول او الغاز، وده يعني محتاج من هنا الفكره في ايه؟ انه الدوله تدفع 125 مليار جنيه قيمه الدعم في قطاع البترول فقط، ده اللي قاله النهارده بس الرئيس. يعني ايه علشان الناس ما تخافش، قال اوعوا تكونوا فاكرين ان انا هغلي الحاجه تاني او عايز اغلي الحاجه تاني. هو طبعا انا جايب يعني معايا الارقام، يعني في ارقام كمان، خليني اديني فرصه اطلعها لك. بص بالنسبه لي للكهرباء تحديدا 90 مليار بالكهرباء الدعم سنوي 37 مليار جنيه. بالنسبه لي البوتاجاز والبنزين 95 و92 و80 والسولر والمازوت والمواد البترول 124.5 مليار جنيه دعم سنوي. اللافت هنا يعني احنا طبعا بكل تأكيد عايزين كل حاجة تتوفر للمواطن، بكل تأكيد عايزين الدولة تقف على رجليها، لكن هو الملاحظة هي فكرة صناعة الوعي عند المواطن. يعني برضو انت امام لحظة ممكن تلاقي واحد يديك درس في الاعلام وهو خريج هندسة، مش كده ولا ايه؟ فانت مش عايز المشهد ده، لانه المشهد ده لا يبني، المشهد ده تنظيري ممكن يؤدي الى نتائج سلبية. انت محتاج معلومة ومحتاج انه ده دورنا كاعلاميين ودور كل المؤسسات الدولة انها تنشر الوعي، تضع المواطن في 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 الصورة، تقدم له ايضا كافة المعلومات. وده اللي بيعمله الرئيس نفسه. يعني هو الرئيس منذ ان تولى المسؤولية ومنذ ان اصبح في 2014 رئيسا للجمهورية، يعني تبنى منهج المصارحة والمكاشفة والواقعية. يعني ما بيبنيش احلام، ما بيخليش الناس تبني احلام كده ورديه وقصور في الهواء، لا بيقول لهم ده حلنا 1+1+1+1+1. ما هو ده لانه ايه؟ لانه عدم، هو يرى الرئيس يرى ان عدم اكتمال الصوره امام الناس اخطر مشكله او اخطر شيء يواجه الحاكم. تمام؟ وبالتالي هنا يرجعك لايه؟ ده بشكل عام يرجعك ليه؟ الرئيس السادات، المظاهرات والضغط واكتوبر، لكن هو عنده معلومات من الممكن انه الامن القومي المصري لا يتطلب ان تخرج بره في توقيت معين، ولكن هنا ليها ظروفها. لكن بشكل عام فكره الادراك وصناعه الوعي من خلال، وهنا لازم نتكلم في الحكايه دي. هتقول لي صناعه الوعي، كيف نصنع الوعي؟ يعني الوعي ده اهم حاجه. يعني اهم حاجه في انك يعني تبقى متابع الدولة المصرية، مراحل الصعود فيها، مراحل البناء في ظل المتغيرات اللي بتمر بها داخليا وخارجيا. وبالتالي خلينا نقول انه ازاي نبني هذا الوعي يا استاذ عمرو. يعني عندك لابد على مؤسسات الدولة ايضا من خلال ذلك انها تقدم سرعة المعلومات. يعني مثلا انت لو عندك شائعة هنا على طول، معلومة سريعة جدا، أرقام سريعة جدا، مجلس الوزراء يتولى الرد عليها بشكل سريع جدا. لو عندك حاجات من المعلومات أو الشائعات اللي بتيجي من بره من منظمات خارجية ونواياها سيئة بالتأكيد تجاه مصر في معظم الحالات، نجد أنه زي ما بتعمل الهيئة العامة للاستعلامات وبتقوم بالرد بشكل سريع. أيضا عندنا شريحة مهمة جدا 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 وتتواكب واتكلم عنها لانها لها علاقه بتواصل الاجيال، شريحه طلبه الجامعات. علينا الانفتاح، هذا الجيل هو جيل المستقبل، هذا الجيل هو الذي تراهن عليه، هذا الجيل عليك ان او على القائمين على الجامعات وعلى السياسيين وعلى الكوادر انه ما يسيبهمش ليس فقط، ولكن انه تبقى فيه ورش للتنوير والتسخيف والوعي. طب خلينا والوعي. نسمع كده جزء من كلمة الرئيس في هذا الموضوع أستاذ جمال. وكل المطلوب حاجة واحدة فقط، الفهم والصبر، الفهم والصبر.
نفضل نبني ونعمر، وكل ما تبقى زعلان ابن اكتر، وكل ما حد يضايقك تبني اكتر، وعندك مشكله كبيره انك عايز تقرا كتير وتتعلم وتفهم يعني ايه دوله. عندك مشكله كبيره يا انسان، ما قلتش اي حد، انك تعرف يعني ايه دوله، بمفهوم الدوله، بتحديات الدوله، بمطالب الدوله. انما لو اختزلتها في مطلب شخص لي او مطلب شخص لاحد من حضراتكم، امر سهل. الدوله حاجه تانية خالص. ولو انا بقول لكم تاني، ولو انا عندي يعني قدره على ان الكلام ده يصل لكل طالب وتلميذ، في تلميذ وتلميذه في المدرسه، يفهم يعني ايه دوله، عشان يخلي باله منها، عشان البلد دي ما تنهارش بفعل شويه شائعات كاذبه وفوضى في التقديرات والتحليلات الزائفه. والله العظيم انا بتكلم كلام حقيقي للواقع اللي احنا فيه. تعليقك بكل تاكيد. بكل تاكيد الثابت في هذا الكلام هو صدق السيد الرئيس، وتجد انه هذا الكلام يعني كلام شخص يتحدث بضمير امام، هو قال كده تحديدا امام ربنا سبحانه وتعالى وهو المسؤول، لكن الصدق كان واضح جدا في كل كلمه تتعلق ببناء هذه الدوله المصريه. هنا بقى بيكمل على فكره، يعني هنكمل المناقشه في فكره انه الصبر والعمل، الصبر والعمل، وأيضا مش بس الوعي، أيضا صناعة الأمل، صناعة الأمل. بس صحيح. يعني صحيح. لازم تبقى عندنا استراتيجية اسمها استراتيجية الأمل. بس هو أشار في حكاية الأمل، يعني أشار إلى يعني مسألة، لطالما إحنا حتى عندنا في البرنامج مخلينها أولوية من أولوياتنا، وهي الزيادة السكانية، مشكلة الزيادة السكانية. يعني واحنا حتى بنتكلم عن المشروعات اللي بتفتح وبتقام والمدن والطرق والمنشآت اللي كل يوم عمالين نفتتح فيها، بنقول يا جماعة ده مش هيكون له مردود لو الزيادة السكانية او المشكلة السكانية. يعني النهاردة بيقول الرئيس الزيادة السكانية تحدي كبير امام الدولة المصرية، واذا ظللنا على هذا الوضع لن يكون هناك امل او تحسن للواقع. يعني هي المسألة طبعا يعني محتاجة إعادة نظر بتشريعات وقوانين واستنارة للنظر في هذه المسألة، لأنه يعني مصر دي أنت مش بتدوس على زرار فتطلع. صحيح، وهي جملة مبشرة جدا، أن سيادة الرئيس النهاردة قال انتظروني في 30/6/2020 هتشوفوا دولة مختلفة، دولة تانية. انت امام شغل على الارض، في شغل على الارض، عشوائيات تتبني، في شغل عشوائيات تتبني، واللي عايز ينزل يشوف ينزل في ارض الواقع. كباري شبكة طرق غير مسبوقة في تاريخ مصر. ايوه، في شبكة طرق غير مسبوقة في تاريخ مصر. انت امام فرص عمل، امام مشروعات، حتى لو مش بتكلف الدولة بالمناسبة زي العاصمة الادارية الجديدة، لكنها متنفس ورئة جديدة للإصلاح الإسكاني في مصر بشكل عام، والمستقبلي في مصر بشكل عام. الكثير من المشروعات، الكثير من المشروعات القومية التي تستوعب في المستقبل وستنقل مصر من المؤكد نقلة كبيرة جدا. هنا ممكن واحد في يسمعنا يقول يا عمي ما الدنيا صعبة والأسعار كل ده 100%، بس ده انت مش مصر دي دولة كبيرة جدا، ودولة يعني تحتاج، انت مرت من خلال السبع سنين اللي فاتوا بمطبات كبيرة جدا. صحيح. بطن الدولة لا يزال مفتوح، الجرح لا يزال مفتوح، المناعة أصلا ما رجعتش للدولة المصرية بالشكل الذي يحميها وتستطيع أن تنتقد وتستطيع أن تنظر وتستطيع أن تلعب في المساحة دي. بهذه المناسبة أستاذ جمال، إيه رأيك أو إيه تفسيرك للعبارة اللي قالها الرئيس عندما قال البلد دي ربنا نجاها في 2011 بإرادة إلهية؟ عايز أقول لحضرتك، أنا شخصيا
مقتنع بهذه العبارة 100%، لأن اللي تحملته مصر في الفترة اللي فاتت يعني مفيش دولة اتحملته بصراحة وصمدت. مصر اتحملت الكتير جدا وصمدت. مصر كان فيها في لحظة من اللحظات جميع أجهزة استخبارات العالم بتلعب فتحة بطن مصر وبتلعب فيها، ورغم ذلك قدرت تقف وتنصب طولها وتجدد وتجدد الخلايا من جديد. مصر خد بال حضرتك، انت بتكلمني في 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 لحظات وسنوات انت مش عارف مين كنت بتقابله، ده من ده مخابرات انهي جهاز، ولا ده بيعمل ايه، ولا ده بياخد فلوس منين، ولا ده بيهدي بايه، ولا ده مؤمن بايه، ولا كلام كتير جدا جدا جدا. وكنت مهدد بانك المفروض ما تبقاش على الخريطه، لكن قوه مصر، قوه جيشها، القوات المسلحة، وهنا القوات المسلحة المصرية في الذاكرة، ولابد انها تكون في وعي الاطفال، ولابد بالمناسبة انه حتى تبقى مادة مش يعني اقتراح، مادة في من الحضانة، من KG1 مع التلاميذ والطلبة، كيف تأسس هذا الجيش المصري، وكيف صمد، وكيف حقق النصر لمصر، وكيف استعادت رجاله، وكيف هتلاقي طول عمره بقدم تضحيات وبقدم وبيدفع دمه ثمن لهذه التضحيات حتى هذه اللحظة. وهنا واجب التنويه والتأكيد على جملة ايه بقى، انطلاقا من اللي حضرتك بتقوله، انه ربنا نجاها، ربنا واقف معاها وربنا نجاها فعلا، وبس دفعت كتير في الفترة دي، دفعت كتير جدا. طب هتقولي هي المسألة مطولة؟ انت شوف بقى كام قوة اقليمية وقوة دولية، وكام جهاز استخباراتي كان بيتحالف على مصر، لان هم عارفين عندما تسقط مصر يسقط الاقليم بالكامل. دي مش وجهات نظر ولا كلام رومانسي، ده كلام حقيقي. مصر هي رمانة الميزان للاقليم بالكامل، وعندما يعني عندما تستقر مصر يستقر الاقليم بالكامل، تستقر المنطقه العربيه بالكامل. وبالتالي هنا لما انت تقول لي الله، هو الحرب مستمره، الحرب مستمره زي ما قلنا وهنقول، انه في 67 كنت عارف عدوك مين، في 73 كنت عارف عدوك مين، النهارده انت ممكن تتخيل انه العدو في أي حتة، أنت ممكن صحيح. عدوك ده اللي أنت شايفه إرهابي ممكن يبقى لابس فانيلا وشورت وكاب، مش بدقن حتى خالص صحيح. وممكن يبقى بدقن وممكن لأ، أنت أمام عدو لعين مصر مرت بيه، عدو الإرهاب، وبالتالي أنت أمام تغيرات يعني محتاجة قوة كبيرة جدا، محتاجة يعني إخلاص لهذه الفكرة. يعني مصر عندما تتحدث، خد بال حضرتك، أنت خارج من 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 متغيرات صعبة جدا، وبتروح الأمم المتحدة تخلي العالم كله يسمعك، يسمعك وانت بتكافح وتواجه الإرهاب، تخلي العالم كله يسمعك وانت بتقول الدولة الوطنية في المنطقة كلها، وازاي أهمية عودة الدولة الوطنية، وازاي انه بدون الدولة الوطنية ستخسر الشعوب كل شيء. أنا بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز الأستاذ جمال الكشكي، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام العربي، وشكرا على عدد الأهرام ده اللي هو ده العدد اللي هيصدر يوم السبت ان شاء الله، وده بيتكلم عن اللقاء التاسع ما بين الرئيس السيسي وبوتين في استراتيجيه مستقره. ده العدد بتاع الاهرام العربي. اسمح لي اقراه في الطياره، لان انا ان شاء الله متجه هتكون في الرحله لتغطيه القمه. طيب هتشوف اسرار وكواليس قمه موسكو او قمه القاهره موسكو، يعني ان شاء الله تعجبك. قمه سوتشي اوكي، لانها تقام في سوتشي في موسكو. انا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا يعني زي ما قال الاستاذ جمال، هذه التحركات اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح على فكره او اول امبارح متواصله ومستمره، رغم انه في معارك في الداخل، معارك محاربه الارهاب، معركه البناء والتعمير، ولكن ايضا في معركه دبلوماسيه نحقق فيها انتصارات رائعة وكبيرة على الساحة الدولية. سيبكم مع انفوجرافيك مع أهم ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي النهاردة في الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، ونرجع نكمل محاضرة.
رجعنا لحضراتكم تاني علشان نقول لكم عندنا ايه في النهاردة، في حلقة النهاردة. بعد الفاصل هنلتقي مع المهندس شريف اسكندر علشان نتكلم عن الايفون الجديد واحتمال يكون معاه الايفون الجديد. على فكرة يعني هو مش اول واحد جابه، يعني في مصر زميلنا نشأت ديه جابه من امريكا لما كان في تغطية اجتماعات الجماعة العامة للامم المتحدة. انا نفسي ما جبتوش لانه غالي جدا. وبعد الفاصل قلنا هنتكلم مع المهندس شريف اسكندر عن مسألة السكيورتي، مسألة الأمن. هل أنت تتخيل أنه الكاميرا اللي موجودة دلوقتي على الآيباد ولا الجهاز الكمبيوتر، هل ممكن تتخيل أنها ممكن تصورك من غير ما تكون أخذ بالك؟ هل متخيل أن حياتك بتبقى مكشوفة للجميع من خلال هذه الكاميرات؟ طب أعمل إيه علشان أأمن نفسي من هذا الخطر؟ ده اللي هيقول لنا عليه المهندس شريف اسكندر. وبعده إن شاء الله هنستقبل سيناريست وليد يوسف وآخر أعماله التلفزيونية. هيكلمنا عن تجربته في مسلسل زيبا اللي كان في رمضان الجزء الثاني، الأعمال المسرحية بتاعته، ومسألة تكليفه بكتابة سيناريو لمسلسل بيتناول فيه قصة أشرف مروان. ده كله هيقول لنا عليه السيناريست وليد يوسف. هناخد فاصل، وأثناء الفاصل هتشوفوا تقرير آخر من تقاريرنا الميدانية الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر والمسح الشامل عن فيروس سي. وبالمناسبة النهاردة أنا قابلت وزيرة الصحة في الندوة التثقيفية، وكانت مبسوطة جدا من الجهد اللي احنا بنقوم به لتوعية الناس، وكانت مبسوطة جدا انه التوعية دي جايبة نتائج هايلة. يعني هي قالت لي رقم انا مش فاكره دلوقتي، رقم لعدد المواطنين اللي
تقدموا وشاركوا في هذه المبادرة أو المبادرة الرئاسية، البرنامج الرئاسي للكشف المبكر، تجاوزت 2 مليون مواطن، وكانت مبسوطة جدا من اللي احنا بنعمله، وقلت لها ان ده هو دورنا وديا مهمتنا لمساعدة الدولة ومساعدة المواطن في التوعية بهذه الأمراض. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. عم جمعة رجل اختتم العقد السادس من العمر، جاء اليوم حاله حال كثيرين من مواطني محافظة القليوبية الذين يجرون التحاليل الطبية للكشف عن فيروسي من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروسي والأمراض الغير سارية. خدمة جوازة جدا جدا للمكان والناس كلها، يعني العمل ده عمل خير وخيري، فالحمد لله ان هو يعني يشوف الناس عندها ايه والناس ماشي مش عارفه جسمها في ايه، فلما اعرف احسن ما اعرفش. فالحمد لله لما جيت وعرفت هبقى اعرف الوقايه ايه واخد العلاج وحاجه زي كده. للاطمئنان على الحاله الصحيه لعم جمعه، اجرى له الاطباء قياس الوزن والضغط ونسبه السكر في الدم الى جانب تحليل فيروسي. المواطن بيخش عندنا بالبطاقة ورقم القومي ورقم التليفون، بيتم تسجيله على التابلت. إذا لم يتم له عمل مسح قبل كده فبيطلع أنه هو مستهدف عندنا، بيقوم بعمل تحليل لفيروس سي، وبيقوم بعمل تحليل للأمراض غير السارية اللي هي السكر والضغط. إذا طلع إيجابي بالنسبة للسكر والضغط جهة التحويل عندنا بنقوم بتحويله لمستشفى بهتيم المركزي التابع ليها شبرا شرق. الحالة الإيجابي بيتم تحويلها للمستشفيات المتخصصة اللي هي محددة بالنسبة لنا، يعني كإدارة شرق في مستشفيات معينة هي المريض بيتوجه إليها عشان تستكمل بقية الفحوص الخاصة بالموضوع للتأكد، لأن دي مرحلة ابتدائية بتقول في فيروس، لكن التأكيد واليقين بعد تحليل تاني اللي هو البي سي آر بيتعمل من خلاله، ويجهز العيان في أكتر من اتجاه، يعمل له موجات صوتية على البطن، يتعمل له إنزيمات كبدية، كامل الحاجات الخاصة بالموضوع نفسه. المبادرة استقبلت الكثير من المواطنين للاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس سي، وفي حالة الإصابة يتم تحويل المريض لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج. بصراحة دي حاجة كويسة جدا، الواحد يعني يهتم بنفسه حتى لو الدنيا شغلانة والواحد مش عارف يركز في نفسه أو يهتم بنفسه. الحملة بصراحة إن هي مجانيا، إن هي الدولة اهتمت بالناس وبتهتم بالفقراء وبتهتم بأي حد، إن الواحد يروح يكشف ويشوف نفسه عنده فيروس سي أو ما عندوش، دي حاجة كويسة جدا من الدولة ومن الحملة نفسها. بيقيسوا لك كل حاجة في جسمك، الضغط والسكر والفيروس وكل حاجة، ولو في حاجة أنت طلبتها منهم بيعملوها لك برضه الناس، وبيقوموا بأحسن واجب معاك. بلغ إجمالي عدد المترددين على نقاط الفحص والذين خضعوا للفحص الأولي للفيروس أكثر من 500,000 مواطن خلال التسعة أيام الماضية، كما أنه جاري تحويل الحالات الإيجابية مباشرة إلى مراكز استكمال الفحص والعلاج. محمد جمال، رأي عام، مع عمرو عبد الحميد. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام، والفقرة دي طبعا فقرة تكنولوجيا، ومعانا أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات. ويمكن أنا لما كنت بقدم الفقرة كنت بتكلم عن مسألة الخصوصية، الأمن اللي المفترض الواحد يشعر به وما يخافش من الاجهزه. يعني اتكلمنا انه ما فيش جهاز دلوقتي ما فيهوش كاميرا، طب الكاميرا دي هل انت امن منها ولا لا؟ هل ممكن هذه الكاميرات تكون سبب في التجسس عليك من غير انت ما تعرف ولا لا؟ يعني موضوعات كتير اكيد بتهم شريحه كبيره جدا من حضراتكم، لذلك احنا خصصنا هذه الفقره مع المهندس شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك. بس الاول احنا عايزين نبتدي كده، انا شايفك كده داخل عليا كده وفارد صدرك وجايب الايفون الجديد ده. ما احنا لو تفتكر الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عليه لما ابل اعلنت عنه. فالنهارده احنا جايبين انا جايب التليفونين جنب بعض بس عشان ايه نبقى شايفين بقى الفرق بتاع الحجم. هتلاحظ ان هم يعني بالظبط ايدنتيكال في بس التصميم. الشاشة كبير. بس هو فرق حجم الشاشه. طب ممكن توريه لنا الكاميرا كده؟ هو يعني هم ولا هات لي انا
بس في حاجات فيه اهم يعني محدش يقرا بس الحاجات لا ما فيش لا مش ما بتجيلكش الرساله بيكتب لك بس ان في حاجه وخلاص طيب لا ما دي دي على فكره ده الجديد ده اللي هو ده اللي هو الماكس وده اللي هو المقاس التقليدي اللي احنا تعود عليه من السنه اللي فاتت الازرق هو الجديد والاحمر هو ايه اللي هو زي بتاع الغلابه زي بتاع لا ما 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 فيش حاجه بتاع الغلابه كله عموما انا قلت لك النشأة تديه جاب تليفونها فضحت فدول التليفونين الساعه برضو جبتها دي الساعه بتاعت ابل دي الساعه الجديده بتاعت ابل ايه الساعه الجديده دي ايه مميزاتها دي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت اللي فيها رسم قلب يعني الزرار اللي في الجنب ده اللي احنا كنا متعودين ان بنظبط منه كل حاجه وبنشغل ممكن نعمل نرسم قلب لا هو لسه سوفت وير ابديت هينزل لك للقلب قلت لي بقى ده انت يعني بقى مش عايز لا هو في سوفت وير ابديت نازل قالوا قبل اخر السنه بس هتحط صباعك كده هيقوم عامل لك رسم القلب وتقدر تبعته من الساعه بقى للدكتور وكل حاجه طب دي حاجه هايله فده بس حبينا ايه ان الحاجه اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت نجيبها ونمسكها بايدينا زي الفل الاسبوعين اللي فاتوا دول حصل فيهم مجموعه من الاعلانات كتيره قوي من الشركات المنتجه اخرهم كان جوجل اعلنت عن التليفونات الجديده بتاعتها اللي هو الرينج اللي بيسموه بيكسل فنازلين برضو بمقاسين زي دلوقتي خلاص بقى دول مقاسين الجماعه بتوع سامسونج بيعملوا مقاسين جوجل نازله بمقاسين واحد صراحة 5.5 بوصه و6 و3 من 10 بوصه يعني قريبين قوي من المقاسات دي جوجل عامله فرق في الكاميرا اللي بتستعملها انها مش مستعمله كاميرتين زي ما الناس كلها بتعمل لا مستعمله كاميرا واحده ولكن بيستعملوا شويه ذكاء صناعي على التكوين بتاع الصوره فبيعملوا حاجات بقى ايه ان الصوره بقت صوره صناعيه في الاخر يعني ما بقتش صوره بتاخده طبيعيه بيلقط كذا صوره ويجمع منهم فيزود الريزولوشن بيلقط كذا صوره وينقي منها الحتت الغامقه يفتحها والحتت اللي فاتحه يغمقها عشان يطلع لك صوره شكلها كويس فده كان الإعلان بتاع التليفونات المواصفات قريبة من المواصفات بتاعت السنة اللي فاتت لكن أهم حاجتين عايز أشير لهم غير الكاميرا بالاستخدام بتاع الذكاء الصناعي أنه ده التليفون ده نازل بالنسخة الجديدة من أندرويد اللي هي الأندرويد 9 فهم تم الإعلان بيوم 9/10 والمفروض أنه في خلال الأسبوعين 3 الجايين تبتدي التليفونات دي تظهر أنا مليش في الأندرويد عشان كده يعني أنا بجرب ده وبجرب ده اللي عاملينه في الكاميرا حلو ومهم لأنه بقى يخليك تقدر تطلع صورة يعني بكواليتي عالية قوي بالرغم مش بس هاي ديفينيشن والاضاءه بتاعتها متجمعه صح يعني بقت اتش دي ار عاملها هو من على التليفون يعني بيعمل حاجات كتير قوي بيان يطلع لك صوره حلوه فما بقتش تقدر تطلع صوره وحشه يعني حتى صور صوره في حته غامقه هتلاقيه هو هتلاقيه مفتحها لك هتصور صوره بقى فيها ضوء بكونتراست عالي في حته وحته مغمقه هو هيعرف يظبطها فالانونسمنت كانت في حته التليفونات دي مهمه في الحته دي لكن انا عايز اشير الى حاجه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها ان في دلوقتي في الانونسمنت اعلنوا عن حاجة اسمها جوجل هوم هاب الجوجل هوم هاب ده جهاز مساعد بذكاء صناعي بشاشة ده بقى شريحة جديدة من الأجهزة اللي لسه نازله جديد بقى بقى في عندنا الجوجل هوم هاب دهوت امازون كان عندهم الحاجات اللي هي بالفويس ريكوجنيشن وكان عندهم حاجة صغيرة كده بشاشة دلوقتي عندهم واحدة تانية بشاشة وده خلينا لعيب ثالث في المجال دهوت اسمه فيسبوك بجهاز اسمه فيسبوك بورتل عباره عن ايه ده الثلاث اجهزه عباره عن جهاز في حجم الايباد كده ولكن ده استخدامه مش ان هو تابلت انت بتستعمله ده جهاز بتحطه في البيت بالصوت بقى تدي اوامر اطفي النور ولع النور الساعه كام الجو بكره عامل ايه طب اقرا لي الايميلز طب ايه اخر الاخبار وبالصوت بقى بالصوت يعني بالصوت يعني ويرد عليك ويطلع يعني اطفي النور يا ايه اسمه ايه طيب لا بتقول له لايتس اوف تقول له لايتس اوف لغايه دلوقتي الحاجات دي كلها شغاله انجليزي اكتر من العربي ولكن معانا ممكن في مره جاي اجيب عندي انا جهاز امازون اللي هو بالصوت دوت وفرجك الحاجات دي بتشتغل ازاي ما فيش فيها مشكله يعني اقرا لي الايميلات هيقرا لك الايميلات قول لي اديني نشره اخبار يفصل لك هو نشره اخبار من يروح المصادر كلها ويجيب لك نشره يعني تقول له مثلا عايز نشره اخبار سياسيه عايز يجيب لك هو سامري الاخبار السياسيه بالظبط فهو ده بيسموه اسيستنت جوجل مسميها هوم هاب امازون مسميها يعني امازون ايكو بس الشخصيه الاعتباريه اسمها اليكسا وامازون هي اول واحده ابتدت في المجال ده الشريحه يعني الجهاز الثالث اللي نازل من فيسبوك اسمه فيسبوك بورتل عباره عن ايه فيسبوك بورتل ده عباره عن جهاز قريب في تكوينه وشكله من الامازون ومن الجوجل
ولكن هو موجه اكتر ناحيه الفيديو كونفرنسنج وناحيه الاستخدام الصوت والصوره في التخاطب عن طريق الفيسبوك ماسنجر. فالجهاز ده المفروض ان انت تقدر تحطه كده في البيت عندك وتقول له مثلا ايه كول شريف، ايه كول شريف، هيقوم طالبني على الماسنجر ويفتح فيديو كول بيني وبينك. بس عاملين فيه شويه حاجات بقى. ايه هو ده اللي هو ده؟ هو يعني طب اشرح لنا كده. ما هو هنا ايه بقى، بص العيل بيجري والكاميرا بتلف وراه، فدي اول بقى فيتشر هنا. ان هو قال لك ايه، مش بس ان انت هتفضل ماسك التليفون او مثبت كاميرا في حته، لا الكاميرا بتتحرك مع الشخص اللي بيتصور. يعني هنا البنت بتتحرك هتلاقي ايه الكاميرا بتتحرك معاها، الولد بيتحرك هتلاقي الكاميرا بتتحرك معاه، الكاميرا بتلف تتتبع. طيب مين بيشوف ده؟ اللي بيشوف ده المتلقي للناحيه الثانيه. اوكي اللي انت اتصلت بيه دلوقتي، اللي انت اتصلت بيه. يعني هو الجهاز ده مثبت كده في مكان في البيت، في البيت، وهو بيلف معاك، هو بيحرك الكاميرا وانت بتتحرك. يعني انت قلت انا عايز اكلم شريف، قمت بقى من على الكرسي ده، رحت للكرسي ده، الكاميرا بتلف معاك. رجعت تاني الكاميرا بتلف معاك، بس في نفس المكان، في نفس الحي، في نفس الحجره. مش هروح المطبخ مثلا، لا لكن هي خطوره ده فين بقى النهارده واللي ناس كتير قلقانه منه، انه علشان ما بقاش في كادر ثابت انت ممكن يكون حد داخل عليك في البيت. اوكي، فالكاميرا على طول اتلخبطت، هو ده ولا ده، تقوم رايحه تقوم رايحه لقطها، فيبقى الشخص اللي الناحيه الثانيه ده عرف. يعني لو واحده مثلا كذا يبقى كذا ممكن. في نفس الوقت بقى كمان ايه، احنا عارفين انه فيسبوك يعني له هاكس كتيره بتحصل. فيبتدي النهارده يبقى عندنا جهاز جوه البيت، لو في حد قدر ان هو ياخد اليوزر نيم والباسورد بتوع الفيسبوك بتاعك، يقدر ان هو يستعمل الجهاز دوت لان هو يتصنت عليك ويتتبع الحركه بتاعتك جوه البيت. وانت يعني لو انت حاطه في الليفينج روم، يبقى الحركه بتاعتك جوه الليفينج روم كلها مكشوفه. فاصبح في خطوره شديده جدا من جهاز انت سايبه بكاميرا شغاله على طول. خلي بالك ان احنا لما حد الله بيننا ما بين الاجهزه دي بنخاف. بس يعني انت لما بتستعمل التليفون، الكاميرا بتاعت التليفون، انت بتفتح الابلكيشن وبعدين بتقفل التليفون. صحيح. لما بتكون فاتح اللابتوب بتاعك وبتعمل سكايب كول ولا حاجه، بتخلص بتقفل سكايب. انما ده ما بتقفلوش وتفتحه، ده شغال على طول، ده شغال على طول. وعندنا حادثه حصلت من سنه تقريبا بفكرة التكنولوجي دائمة الوجود، اللي هي كانت الأمازون أليكسا، لما اتنين بيتخانقوا، راجل ومراته بيتخانقوا، وفي وسط الحديث الأليكسا دي فهمت انه يتم ارسال الريكوردينج ده لشخص، فقامت واخدة الحديث ده وبعتها بالميل. هي يعني هم فعلا بعتته لشخص، هم كانوا بيتكلموا على اسمه بيتكلموا على اسمه، فضحتهم بعتت. يعني حتى امازون لما جت حللت السكريبت لقت ان هم فعلا هم بيتكلموا، ممكن يتفهم منها ان احنا نبعت دي كرسالة. هم بيتكلموا كانوا مجازا ان احنا عايزين نبعت له رساله بان احنا نعمل كذا، فالاليكسا فهمت انتوا عايزين تبعتوا له رساله، واخده الكلام وبعتها رساله. فتخيل انت يكون عندك بقى مش بس صوت وتعليمات بالصوت، لان الجهاز ده بياخد تعليمات بالصوت، فانت ممكن ايه بالغلط تقول له ايه سند ماي بيكتشر تو فلاني، يقوم لقط الصوره وبعتها لك. فبقى جهاز دائم الوجود بيسمع الأوامر اللي انت بتقولها ويحاول ينفذها طبقا لفهمه هو. ففي هجوم جامد على البرودكت ده، ان فيسبوك منزلاه والناس يعني عندها تخوف، انه مش آمن. لا عندها تخوف مشروع، انك انت حاطط جهاز ممكن في ثانية يقوم مصور اللي بيحصل في البيت وبعته لحد، ممكن حد يعمل عملية اختراق وكده. طيب يعني ده بيرجعنا للموضوع اللي هو ناس كتير جدا بتتساءل عنه، وناس خايفة انه حتى الأجهزة العادية بتاعتنا دي، الايباد، الايفون بتاعك، الجهاز الكمبيوتر، الديسكتوب اللي موجود عندي في المكتب ولا عندك في البيت، ده هل هو آمن 100%؟ بص مفيش حاجة يعني اسمها آمنة 100%، لكن في حاجات احنا المفروض نعمل فيها كل الاحتياطات والاحتراسات بتاعتنا. فانت النهاردة لو كمبيوتر في مكان بتاع شغل، عادة الشركات الكبيرة اللي خايفة على المعلومات بتاعتها بتكون حاطة أجهزة زي فاير وولز والحاجات دي عشان تمنع يعني الاتصال تمنع الاتصال الغير مصرح به. يعني انت الفاير وولز مش بتتحط عشان الناس ما تتفرجش على مواقع اباحيه بس، لا انت في حاجات وفي خدمات معروفه انها بتشيل فيروسات وبتشيل حاجات كتيره فبتمنعها. لو انت الكمبيوتر بتاعك في مكان انت قلقان فيه من انه يتم التصوير فيه، فيبقى اسهل حاجه انه زي ما كنا بنشوف زمان، اطفي الكاميرا بتاعه اللابتوب. لو انت عندك حته بارانويا زياده ممكن تقوم لازق اي حته شريط فوق الكاميرا عشان تخبي
العدسه بتاعته. حتى لو هو مقفول؟ لا لو هو مقفول خلاص، لو انت قافل اللابتوب. اصل في ناس بيقول لك حتى لو مقفول. لا ما لو مقفول حتى الكاميرا بتبص على الكيبورد خلاص. انت اللي بتخاف منه ايه؟ بتخاف انك انت تبقى سايب جهاز بالكاميرا وحاطط اوتو انسر في اي حاجه. فدي نقطه لازم نبقى واخدين بالنا منها، انه استخدام الكاميرا يكون يعني معروف احنا بنعمل بيه ايه. والشركات المحترمه دلوقتي بقت تعمل ايه؟ بقت تحط لك جنب الكاميرا لمبه عشان تعرف ان الكاميرا شغاله. فبقيت تقدر تعرف الكاميرا دي شغاله دلوقتي ولا مش شغاله، يعني حتى لو بيحصل اختراق ولا حاجه هي مربوطه على الكيبل بتاع الكاميرا، ان اول ما الكاميرا تشتغل اللمبه تنور، فبقيت تعرف ان الكاميرا شغاله. لكن انا عايز اشير الى شويه حاجات بالنسبه بقى ايه، انت بتقول الاختراق، الاختراق عاده بيحصل بطرق بدائيه قوي. انت ممكن تبقى قاعد في كافيه وفي الكاميرا اللي هي بتاعت المراقبه بتاعت الكافيه ده، هي الراجل اللي قاعد بيتفرج على كاميرا المراقبه بتاعت الامن ده هو، فيعمل زوم على فيعمل زوم شايفك بتدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعتك. فدي طريقه سرقه هبله قوي. ممكن تبقى انت قاعد في كافيه والراجل اللي قاعد جنبك عمال بيبص انت بتدخل ايه وشاف اليوزر نيم. دي 90% من الاختراقات. Yeah. 90% بتبقى حاجات من هذا النوع، يعني مش حاجات اللي بنشوفها في مش حاجات اللي بنشوفها في الافلام والتلفزيون، ان واحد قاعد عمال لا ده الباسورد. في الطريقه الثانيه ان هو يقوم باعت لك ميل يقول لك احنا جوجل وبنقول لك اكد لنا اليوزر نيم والباسورد بتاعك، تقوم انت داخل مدخلهم يتسرقوا منك. في طرق ثانيه بقى اللي هو ايه، انك تلاقي موقع انت سجلت عليه يوزر نيم وباسورد، واليوزر نيم والباسورد دول الموقع ده الداتا بتاعته كلها اتسرقت. فمنهم اليوزر نيم والباسورد بتاعتك. فده عشان كده الواحد لازم يغير الباسورد. ايوه مش بس تغيرها وتبقى الباسورد مختلفه، يعني مختلفه عن عن المواقع الثانيه. طبعا ده بالنسبه لنا كان شغل مجانين زمان، ان انا يبقى عندي مثلا 80 موقع كل موقع بباسورد شكل عشان افتكرهم. بس بقى في تكنولوجي دلوقتي موجوده في كل التليفونات دهيت وفي كل الاجهزه اللي هي بتحفظ لك الباسوردز بتشفير وحاجات، اللي بيها انك تقدر تحط باسورد مختلفه لكل موقع. في فيتشر جديده بس احب اتكلم عليها بسرعه، نزلت مع الاصدار الجديد بتاع الاي او اس، لان انا حسيت انها ايه حاجه، عارف انت لما واحد يلعب لعبه حلوه تعجبك. لما بتخش تقول له انا عايز اشوف الباسوردز بتاعه الحسابات بتاعتي، بقى يقوم معلم لك علامه اكسكلاميشن مارك على الاكونت اللي الباسورد متكرره فيه. اوكي، فبقيت تقدر تشوف ايه ده، الاكونت ده والاكونت ده والاكونت ده فيهم باسورد مستعمله في حته تانية. تدوس عليه يقول لك خلي بالك ان الباسورد اللي انت مستعملها هنا مستعملها في 83 موقع تاني، مستعملها في 14 موقع تاني. فبقيت تقدر ان انت تشوف الباسوردز بتاعتك متجمعه ازاي، فتبتدي تقول ايه ده انا حاطط مستعمل نفس الباسورد بتاعت البنك مع الباسورد بتاع الموقع بتاع الاخبار الفلانيه. لا خليني. هو يفضل ان انت يكون عندك باسورد مختلف لكل موقع ولكل مثلا شوف. هو طبعا يعني عشان تضمن الامن والامان الكاملين لازم يكون كل مكان له الباسورد بتاعته، اللي بيقى ان لو هم حصل لهم اختراق الباسورد دي ما تتاخدش تستعمل في حاجه تانية. صحيح. فده بس ده بيبقى ايه، بيبقى من الحاجات اللي هي صعبه التنفيذ. يعني انت النهارده عندك كام اكاونت وباسورد بتخش عليهم؟ هتلاقي عندك 200-300، يعني بتخش على مواقع اخباريه بتخش. فاللي انا بتابعه واللي بنصح بيه الناس كلها، ان الحاجات اللي هي لها صفه زي الايميل بتاعك، زي الفيسبوك اكاونت، زي التويتر، زي البنوك، اللي هي الحاجات اللي انت بتستخدمها وبيطلع منها معلومات باسمك، دي تبقى الباسورد ساعتها باسوردز معقده وكل واحد بباسورد لوحده. الحاجات اللي هي بقى ايه، فورم، اللي هي موقع اخبار، الحاجات دي ممكن كلها تعملها باسورد واحده، لان حتى لو اتسرقت الباسورد دي مفيش ضرر. يعني ده واحد بيقول لك سجل نفسك في اخبار كذا، ماشي. صحيح. فده الباسورد، بس ما يبقاش الباسورد اللي بستعمله على الموقع الاخباري هو بتاع البنك ولا هو بتاع الايميل ولا هو بتاع ممكن تقول لي الباسورد بتاعت البنك بتاعك؟ على فكره الباسورد بتاعت البنك بتاعتي انا مش حافظها، انا عاملها هنا اوتو جنريتد بتاعته كده. طيب بعد الهوا بقى. طيب باشمهندس، يعني برضو يعني واحنا بنتكلم عن التقنيات دي الجديده، في ناس بتبقى لسه يعني ما مش ضليعه قوي في التقنيات الجديده، تنصحهم بايه؟ ايه اللي ممكن الانسان يعمله، الانسان اللي هو مش خبير بالامن وبالمعلومات وبالحاجات دي، يعني ايه الاساسيات ده من ناحيه ان هو يبقى عارف ايه الجديد اللي بيحصل ولا انه يستعمل انه يستخدم ده بس بشكل امن؟ يعني بص انا هقول لك على حاجه، يعني هو في مجموعه من الاساسيات والبديهيات اللي لازم كلنا نبقى بنتعامل بيها، اللي هي زي ان الاكونتس بتاعتنا تبقى محفوظه، نحافظ على السريه بتاعتها، الحاجات دي كلها. لكن في حاجات احنا لازم نبص على الحاجات الصغيره اللي بتتبعت لنا لما ناخد منتج جديد. يعني كام واحد بيفتح
الريليس نوتس بتاعه سوفت وير جديد منزله، كام واحد بيبص على التيرمز اند كونديشنز؟ محدش. انا بقول اكسبت. لازم نبص على الحاجات دي بقى. ليه؟ لان في حاجات بيقول لك ايه استخدامك او استخدامهم لمعلوماتك ايه اللي ممكن يتعمل بيه. طبعا ده بيبعت لك معلقات. في بلاد ابتدت تحمي المواطنين بتوعها. يعني دلوقتي بقى لو انت داخل بالتليفون، انا كنت في انجلترا لسه جاي اول امبارح، يعني لو انت داخل على اي موقع من التليفون وانت في انجلترا تلاقي طلع لك بانر كده بيقول لك انه الموقع ده هيحط حاجات على التليفون بتاعك. اعلانات يعني؟ لا مش اعلانات، هيحط كوكيز عشان يعمل لك تراكنج وكده، وان انت دوس هنا عشان تعرف هو هيعمل ايه بالمعلومات دهيت، ولو انت موافق هتكمل في الموقع، لو انت مش موافق سيب الموقع، وبيدي لك الاوبشن ده، فبتقدر تعرف هو بيستعمل البيانات دي في ايه. وهم هناك حطوا تشريع اللي هو لازم يكون واضح جدا هو المعلومات دي بيستعملها في ايه. هل المعلومات دي بيستعملها علشان ان هو يعمل احصائيات عن المواقع؟ هل المعلومات اللي بياخدها دي بيفنطها فرضاني ولا دي معلومات مجمعه؟ يعني بالنسبه لك مثلا النهارده ممكن ما يكونش مقبول ان يتعرف انه عمرو بيخش على سي ان ان وراها كذا وراها كذا، لكن عمرو ما عندوش مشكله انه يتعرف انه في 300 واحد من مصر دخلوا على سي ان ان وعمرو اتحسب منهم. عمرو واحد منهم. وفي 400 دخلوا على الموقع الفلاني وعمرو واحد منهم. لكن ان انا اعرف عمرو دخل على ايه ان بارتيكولر، ده ممكن يكون عمرو مش عايزه. فالموقع بيقول لك بقى، يقول لك المعلومات بتاعتك هيتم تجميعها في الاحصائيات ولا المعلومات فرضاني. فدي تشريعات موجوده في دول. الاتحاد الاوروبي طبق التشريعات ديت وبقت فرض قانوني على شركات زي جوجل وزي ابل وزي امازون والحاجات ديت. احنا لسه منتظرين ان يحصل عندنا التشريعات دي اللي بتحمي المواطنين بتوعنا من الحاجات ديت. في برضو يعني تشريعات اخرى ابتدت تتحط في الاتحاد الاوروبي علشان حمايه بقى ايه، مش بس الخصوصيه بتاعتك، الخصوصيه بتاعتك والكواليتي اوف لايف بتاعك. يعني انت مثلا النهارده كام مره سعادتك كنت قاعد في البيت وتلاقي التليفون اللي جاي لك الو انا فلانه من شركه الفلاتر، الو انا فلان من شركه كذا. ده بيحصل طبعا كتير. طيب ابتدوا بره يحط لك ايه، يحط لك تشريع بيقول فيه انه الارقام اللي هي بتاعه الاتصالات الترويجيه دهيت يبقى انت عندك الامكانيه انك تقول انا مش عايز استقبل المكالمات دي، فتبقى شركه المحمول مفروض عليها ان هي ما تبعتلكش المكالمات دي، او تقول انا عايز استقبل المكالمات دي من الساعه كذا للساعه كذا، لكن من الساعه كذا مش عايزها. ففي تشريعات لازم نبص لها لانه احنا بقى عندنا الاشكاليه دي. لكن برضو الناس عندها حاجات لازم تبقى متوخية فيها الحذر. يعني انت بتقول ايه الخطوات؟ اول حاجة اقولها للناس انه لما يجي لك ايميل يقول لك دخل يوزر نيم والباسورد بتاعك، ما تدخلهمش. ما فيش شركة من الشركات اللي بتقدم خدمات، ما فيش شركة واحدة من الشركات اللي بتقدم خدمات بتقول لك ده هبعت لك ايميل عشان تدخل يوزر نيم والباسورد. لو جاي لك ايميل بيقول لك كونفيرم اليوزر نيم والباسورد بتاعك، اعرف انه ده حرامي هياخدهم على طول كده. يعني دي ايه، خدها كده قاعدة، ما يجيلكش ايميل يقول لك دوس على اللينك دي عشان لو قالت لك. الحاجة بقى اللي احب اقولها للناس كمان انها لازم تركز فيها كويس قوي، انه لما يكون مبعوت لك لينك بص على اللينك، ما تدوسش عليه كده على طول، بص عليه. ساعات بقى ايه، واحد يبعت لك حاجه ايه انت شايفها انها جوجل، لكن هي ما تبقاش جوجل، هو كاتبها ايه بجي زياده بدل الاو زياده. فيبعتك في حته تانية ويبتدي ايه يسرق البيانات بتاعتك بالطريقه دي. فبس ما تستخدموش نفس الباسورد. بقول للناس عمرك ما يجي لك ايميل يقول لك اكد اليوزر نيم والباسورد، لان ده حرامي اكيد، الشركات ما بتعملش كده. ولما يجي لك لينك اتاكد من اللينك، بص عليها كويس، يعني هتاخدك ثانيه انك انت تتاكد من السبيلنج. واحد بيقول لك على فكره فيسبوك مثلا كان بيتسرق ازاي، ان هو بدا اللينك بدل ما يبقى facebook.com يبقى فيسبوك او واحده. فبس بص عليها وتاكد من، بص على القفل اللي محطوط في البراوزر، هل القفل موجود ولا القفل مش موجود. القفل موجود في البراوزر معناها انه الويب سايت اللي انت بتكلمه ده الاتصال بينك وبينه مؤمن، لو ما فيش القفل موجود يبقى الاتصال ده غير مؤمن. فتبتدي يعني حاجات صغيره تقدر ان انت تحطها كقواعد لك، بعد كده هتلاقي نفسك ان انت القصه اتسهلت لك. كنا مرتاحين والله، كنا مرتاحين، بس الادوات دي بتساعدنا برضه. يعني في حاجات بنقدر نعملها بالتليفون دلوقتي. يعني انت مثلا هل تقدر تتخيل ان احنا بنسافر دلوقتي ومش محتاجين نمسك الخريطه الورق بتاعت زمان كنا بنحطها على حجرنا واحنا سايقين ونقعد ايه، وخلي بالك هتحوت هنا دلوقتي بتحط التليفون في العربيه ويوصلك لحد باب الاوتيل ويوصلك لحد باب صحيح.
انا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس على كل المعلومات القيمه دي، في انتظارك المره الجايه ويكون في حاجات جديده ثاني. هو دايما في جديد، دايما في جديد. شكرا جزيلا المهندس شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات. حضراتكم من جديد في رأي عام في آخر فقرة، وبيسعدني فيها إن احنا نتكلم مع واحد من السيناريست اللي أثبت نفسه ورسخ اسمه وسط أسماء كبيرة جدا في مصر في العشر سنين الأخيرة. ما اكتفاش بلون معين أو مجال معين في الكتابة، تعددت كتاباته بين الكوميدي والأعمال الوطنية والمسرحيات، وطبعا زي ما قلت أنا في قبل الفاصل مسلسل الدالي طبعا للنجم الراحل الكبير نور الشريف، ده يمكن كان علامة بارزة في مسيرة ضيفي الكاتب والسيناريست وليد يوسف. أهلا بحضرتك يا أستاذ وليد. أهلا وسهلا. طيب أستاذ وليد، طبعا يعني وإحنا دلوقتي بنتكلم أيضا من ضمن المجالات التانية اللي حضرتك يعني طرقتها من بدري وتميزت فيها، الأعمال المسرحية، وليك مسرحية حدث في بلاد السعادة على مسرح السلام، أعتقد أنها شغالة دلوقتي. احنا بدأنا السيزون الثاني الحمد لله يوم الجمعة اللي فاتت. الحمد لله عامله رد فعل كويس قوي، يعني جاء تقريبا مفيش دولة عربية من الخليج للمحيط ما جاش منها ضيوف اتفرجوا على العمل. واللطيف ان المسرح دولة. بس هو المخرج مازن غرباوي مخرج العرض، هو رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح. جميل. مسرح الشباب. عنده علاقات بكل المسرحيين في الوطن العربي. فكل ما حد بيجي مصر بزياره او حاجه لازم بيجي يتفرج على المسرحيه. جميل جدا. فبقى عندنا كل اللطيف ان كل الناس اللي بتيجي يقول لك انا بحس ان ده بيحصل عندنا. انا بحس ان ده بيحصل عندنا. قصتها ايه طيب قبل ما نشوف تقرير عنها؟ بلاد السعاده. بلاد وهميه ما لهاش وجود طبعا على الخريطه ولا اي حاجه. الفكره انه العلاقه بين الحاكم والمحكوم، ازاي البلد تقوم وتنهض بالشعب لوحده ولا بالحاكم لوحده؟ طب لو في حاكم كويس وشعب مش كويس البلد هتقوم؟ طب لو في شعب طيب وحاكم ظالم مش قادر؟ فلازم المعادله يحصل يتوافق الاثنين، توازن. فاحنا عندنا في بلاد السعاده كان في حد محتل البلد ومشي ومسك واحد من اهل البلد وطلب منهم ان هم يقفوا جنبه، فالشعب عمل معاه ايه بقى؟ ده اللي بنعرفه في المسرحيات. مش عايزين نحرقها علشان نتفرج عليها بالظبط. طيب احنا طبعا احد زملائنا المراسلين راح اتفرج على هذه المسرحيه، علا حجازي، راحت اتفرجت على المسرحيه بلاد السعاده وجابت لنا التقرير التالي. نشوف التقرير ونرجع للاستاذ وليد يوسف. مازن الغرباوي مخرج مصري شاب أخرج 17 مسرحية منذ أن كان طالبا في الجامعة، أبرزها هنكتب دستور جديد وطقوس الموت والحياة، لتكون مسرحية حدث في بلاد سعادة 18 في تاريخه الفني. قطعنا شوط كبير جدا يمكن في التحضيرات لمسرحية حدث في بلاد السعادة. استغرقت التحضيرات يمكن حوالي سنة بشكل متقطع مش متصل، إلى أن كان الافتتاح في 9 أغسطس 2018. يعني كل شيء خد وقته في التحضير بحيث لما نبقى موجودين على خشبة المسرح يكون كل ممثل أو كل حد في عناصر العرض المسرحي بشكل عام فاهم دوره. 35 ممثلا يشاركون في هذا العرض المسرحي، عرض مسرحي يضم نجوما من مصر ولبنان والعراق وليبيا، ويضم أساتذة ممن تتلمذ على يدهم مخرج العرض. مازن اساسا احد تلامذتي، بس انا في البروفا وفي العرض بنصاع لاوامر المخرج لان هي دي حقيقه صلاحياته. يعني بلاد السعاده تجربه مختلفه، اولا باول مره مع وزاره الثقافه المصريه ومع كوكبه كبيره من النجوم العرض والفنيين، فمختلفه اكيد التجربه. مسرحية من نوع سياسي استعراضي تدور أحداثها في اللازمان واللامكان، تحث كل من يشاهدها على العمل من خلال رسالتها. رسالتنا الحقيقية اللي احنا بنوجهها من خلال العرض هو أن تتحقق
السعادة في البلاد، في أي بلاد، في اللا زمان وفي اللا مكان. إحنا مش بنتكلم بس على مصر ولا بنتكلم على الوطن العربي كله، حينما يؤمن الحاكم والمحكوم بقيمة العمل معا وسويا. أعمار متباينة وجنسيات مختلفة جاءت لتستمتع بليلة ثقافية، كل منهم له أسبابه الخاصة. أنا حضرت البروفا جنرال قبل كده، أنا مخرج مسرحي من ليبيا، فعجبتني وجيت أحضر العرض من ليبيا. النص ده الأستاذ وليد كاتبه من فترة، فحابب أن أنا أشوف هو في 2018 بيتقدم عامل إزاي. ثانيا في قامات كبيرة، 33 ليلة عرض نتاج عمل 50 فردا عملوا على قدم وساق ليخرج العرض بهذا رائع. حدث في بلاد السعادة عرض مسرحي يقدم في موسمه الثالث على مسرح السلام بشارع القصر العيني، عرض مختلف يستهدف شرائح متنوعة من الجمهور آملاً أن يبعث في نفوسهم السعادة. علا حجازي، رأي عام، تن تي في. مش عارف، أنا اتصدمت لما عرفت أن العرض ده أو النص ده مكتوب من 28 سنة. كل الناس بيحصل لها كده. انا نفسي لما يقعد لي مسرحيه في الدرج 28 سنه لازم يحصل لي كده. ومازن المخرج، مازن الغرباوي، اول مره اخرجه كان عمره كام سنه؟ كان 18 سنه، كان في اولى او ثانيه تقريبا جامعه عين شمس، وكنت ساعتها بعمل فوزير فرح فرح مع الراحل محمد خان الله يرحمه وغادة عبد الرازق ومدحت صالح، وبلقيت شاب صغير بيكلمني انا عامل لحضرتك مسرحيه، هي كان اسمها مات الملك وغيرنا اسمها الحدث في بلاد السعاده، ونفسي حضرتك تيجي تتفرج. فقلت له حاضر. رحت وانا في نيتي ان انا رايح اشجعه كشاب، في نفس التوقيت لو لقيت الحكايه كده ولا كده في اول بلاك ام ماشي تطلع. فاتفاجئت انه عامل رؤيه مهمه جدا وشاطر جدا، لان النص ده كان نازل كتاب سنه 94، فمن 94 ل 2003 اتعمل تقريبا في كل جامعات مصر، واتفرجت عليه مثلا 6 7 8 مرات. احلى مره اتفرجت فيها عليه وابهرني كان مازن. عشان كده لما جه كلمني بعد 15 سنه قال لي او 14 سنه، احنا بقالنا سنه ونص شغالين بروفات، بعد 14 سنه لما قال لي عايز اعيد النص ده، اللي عندي رؤيه جديده بخدعه بقى و3 دي مابنج وحاجات كده هنعمل ابهار على المسرح، قلت له انا واثق فيك جاهد يعني، والحمد لله رد الفعل بتاع المسرحيه حلو قوي. ويمكن من الحاجات اللي ميزت المسرحيه وبتميز المسرحيه دي في عرضها الحالي في ممثلين وفنانين من بلدان عربية مختلفة. بالضبط، لو احنا كان غرضنا نقول ان الحكاية دي مش قصرة على بلد معين، ان العالم كله في البدء كان الشعب، وبعدين من الشعب بيطلع الحكام وبيطلع كل حاجة. فالنموذج الامثل للعلاقة بين الحاكم والمحكوم زي ما قلنا ان الاثنين لازم يحطوا ايديهم في ايدين بعض، وإلا بيحصل حاجات مش كويسة. طب واحنا بنتكلم بس عن السنين وعن الاعمار وعن الحاجات دي، طبعا انا يعني فوجئت انك انت يعني كتبت النص ده من زمان قوي، من 28 سنه اجازه اولى جامعه ثانيه جامعه، 28 سنه وانت عندك 6 سنين. بالظبط. انا بقول يعني بشير للاعمار وللسنين، لانه النهارده على فكره عيد ميلاد الهضبه عمرو دياب، واحنا هذا نموذج ده السورس بتاع هو اللي بيدينا طاقه ايجابيه. طبعاً عايزين نقول لعمرو دياب فناننا الكبير والجميل كل سنه وهو طيب ودايما شباب يا استاذ عمرو، وربنا يديلك الصحه ويمتعنا اكتر واكتر. وطبعا كان في عيد ميلاد اعتقد امبارح او اول امبارح الكينج محمد منير، يعني طبعا دي من الحاجات اللطيفه اللي بتصادف انه هم اصحاب اعتقد هم، وعملوا القاهره، اغنيه القاهره اللي القاهره ونيلها اغنيه رائعه. طب انت يعني هضباوي ولا كينجاوي؟ هضبا انا الاثنين. انا على فكره انا كنت بكتب مسلسل الكينج واعتذرت لظروف خاصه، وفي الفتره دي كان هو المخرج بتاع العمل كان بيحضر الكليب ده اللي هو قاهره ونيلها. انا حضرت تحضيراته بس ما حضرتش تصويره، لانه كنا اختلفنا في الرؤى. مش في الفلوس؟ لا 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 مش في الفلوس خالص. لو الواحد بتاع فلوس كان زمانه في منطقه ثانيه خالص يعني. ايه الاغنيه اللي ممكن تعملها سيناريو سواء لمنير او لعمر؟ لا كتير يعني، شجر الليمون مثلا. شجر الليمون دي حدوته. شجر الليمون طبعا ده رائعه. عمرو دياب اكتر اغنيه بحبها له انا عايش ومش عايش، لان فيها حاله برضه دراميه يعني، بس دي قديمه شويه. دايما بيجذبني الحاله الدراميه، الاغنيه اللي فيها حاله دراميه، مش
لان هي اللي بتفضل في الدماغ وهي اللي بتعيش يعني كل اغاني ام كلثوم اللي عاشت فيها حدوته. وهي عامله ايه دلوقتي؟ بس دي حدوته مش كده؟ حدوته قبل النوم. طب ايه رايك احنا يعني عملنا كده زي استطلاع راي كده نشوف الناس قالت فيه ايه، هضبه ولا كينج؟ نشوف مع بعض. بيقولوا شهر 10 شهر العظماء، 10 اكتوبر عيد ميلاد الكينج محمد منير، و11 اكتوبر عيد ميلاد الهضبه عمرو دياب. يا ترى الناس بتفضل الكينج ولا الهضبه؟ محمد منير. عمرو دياب. لا، محمد منير طبعا. اكيد عمرو دياب طبعا. هاطف. بحب عمرو دياب. محمد منير اكيد. عمرو دياب طبعا. لا، بحب محمد منير طبعا. لا، عمرو دياب صراحه. عمرو دياب. بحب عمرو دياب اكتر. والاثنين كويسين بس الهضبه طبعا. كينج طبعا. لا، عمرو دياب طبعا. الهضبه. محمد منير. ما اقدرش افصل بينهم يعني، هما الاثنين بصراحه. يا انا محمد منير مش يعني، هو من بلدي، انا من اسوان، فانا طبعا بفضله، بس برضو ما اقدرش ما احبش بصراحه الهضبه يعني. لا، هم اثنين زي الفل معايا. كنت اول كل حاجه. باين حبيت. بتاعت شمندوره لسه منزله، اللي هي بتاعت كنت في بالي. عمرو دياب مثلا قصاد عيني اكتر حاجه. لما النسيم. ده لو اتساب. يا هناء. متخافيش. معاك قلب. هدت. على اصل الالبوم الجديد احلى بكتير. اكيد الاغنيه اللي لسه، الالبوم اللي لسه نازل. انت مغرور. جنع بلدان. عشق البنات. شبابيك. عينيكي تحت القمر. يا زماني. تقريبا كل اغاني محمد منير يعني. ايه رايك؟ ما هو موضوع محير بصراحه. يعني زي الاهلي والزمالك كده. ما هو في ناس لا ليجوه. بالظبط. بس في طلع حاجه كده يعني ثالثه، تامر حسني مثلا. افتكرت تتكلم على بيراميدز. لا. لا، مش على بيراميدز. تامر حسني. لا، بس ده جيل تاني. زي فكره ايه؟ انت يعني كتبت تامر حسني اهواك. انا ومحمد سامي يعني. زي مثلا حد بقيمه النجم النجوم عادل امام، ثم طلع بعد منه كذا جيل كوميديانات، فبدات الناس دايما تظلم الكوميديانات الجدد بالمقارنه مع استاذ عادل. طبعا ده الاستاذ والزعيم فعلا كل حاجه. فلسه تامر حسني بيبني تجربته. عمرو دياب يعني، تامر حسني لما تقعد تتكلم يقول لك انا من الفان بتوع عمرو دياب. طبعا. بالمناسبه يعني تامر حسني كان امبارح في المستشفى اعتقد، ويعني حبيبي ممنوع من الكلام. الشفاء العاجل ان شاء الله. الف سلام عليك يا ديما. طب الفيلم اعتقد دلوقتي احنا عارضين اجزاء اهواك. ايه بقى اهم حاجه حصلت في الكواليس بقى؟ انه اسرع فيلم كتبته في حياتي. فاخد قد ايه؟ ست ايام في مكتب محمد سامي. كنت رايح، كنا بنعمل مشروع ساعتها مع احد القنوات العربيه مسلسل. وفجاه حصل خلاف بين سامي وبين السيناريست اللي بيكتب، فكلم المنتج قال له انا مش عايز ومش عارف ايه بتاع. فبص كده لقاني قاعد، قال له بقول لك ايه، وليد يوسف اللي كتب. بس فما روحتش. هي الحكايه كده سهله يا استاذ وليد؟ سهله يعني. لما بقى في كيمياء حلوه بتبقى سهله. لما في كيمياء يعني مثلا. طب القصه يعني ده بيتوقف عليه، على القصه ولا يعني ما انت لازم تكون مؤمن بالقصه، ولا انت وصلت لدرجه من الاحترافيه انك انت ممكن تكتب سيناريو لاي قصه؟ لا، مش للدرجه دي طبعا. هو لازم اكون حابب الحدوته. يعني سامي لما حكى لي الفكره عجبتني، فانفعلت وقلت تمام يلا بينا. في كذا حاجه كده يعني، في وش تاني مثلا، مسلسل وش تاني، قصه وائل عبد الله، قصه واخراج وانتاج وائل عبد الله. لما بعت لي الحدوته عجبتني، عملت سيناريو الحوار. انا عاده بعمل شغل انا تاليفي، قصه وسيناريو حوار بتاعي. لكن ما بقدرش امنع نفسي لما الاقي حاجه حلوه ان انا اطمع ان انا ابقى جزء من المنظومه دي. طب الفيلم نجح، بس ومع ذلك يعني تامر عمل فيلمين بعد كده ما استعانش بيك فيهم. بص، دي برضو يعني زي ما اقول لك ايه، طول ما انت موجود يعني ما بتتحسبش. انا هقول لك قبلها بسنه، حتى لما اتقابلنا في اول يوم تصوير قلت له هتروح مني فين، لان قبلها بسنه كنا في مكتب المنتج لؤي عبد الله، كنت هعمل فيلم لتامر وياسمين عبد العزيز بطولتهم، وما حصلش نصيب يعني، ما كملش المشروع.
فبعدها ما فيش يمكن اقل من سنه والله، لان قلت له بقى هتروح مني فين اهو، قال احنا اشتغلنا مع بعض ومش عارف ايه. فهي الدنيا كده، ما الوسط بسيط وقليل، ف والناس اللي هي بتحب بعضها فيه قليله كمان، يعني اللي هي مش بتحب بعضها في كيمياء حلوه بينهم وبين بعض قليل. يعني الكيمياء دي اللي بينك وبين محمد سامي هي اللي خليتك كتبت السيناريو بتاع بالظبط. بس يعني ست ايام يعني، طب فين بقى الكلام اللي بيقولوه الكتاب الكبار، يعني يقول لك لازم ادرس الشخصيه ومش عارف ايه واعيش الاحداث، ده كله فين؟ موجود. انا كتبت بس ما كتبت الدالي في 4 سنين وشهرين 3 اجزاء. الجزء الاولاني كله اتكتب في 1.5 سنة و4 ايام، الحلقه الاخيره لوحدها في الدالي كتبت في 100 يوم بالظبط. 100 يوم وكانوا بداوا يصوروا الله يرحمه استاذ نور يا رب. كل ما كان المنتج يستعجلني فين الحلقه الاخيره اقول لهم سيبوه، هو انا عارف انا واثق في وليد، سيبوه هو لما هيقفش الحكايه بتبقى المشاهد في دماغك والحوار على لسانك، بس بتيجي تكتب بيحصل سكته او عطله ما تفهمش مصدرها ايه، لغايه ما ربنا فجاه بيقول لك يلا جو اهيد فبتطلع. كانت اول مره تكتب لنور الشريف الله يرحمه؟ كان بدايه فيلم سينما، بدايه معرفتي بيه فيلم سينما، ويوم من الايام اللي اتعمل بعدها ب 25 سنه بالاستاذ محمود حميده في 2017. انا دايما حاجاتي بتقعد كده في الثلاجه شويه تستوي تطلع يوم من الايام. يوم من الايام من احب الاعمال في القلب، ده كان حلم انا حلمته. وكنت شغال ساعتها صحفي في روزا اليوسف، فرحت حكيته لمحمد هاني الاعلامي الكبير طبعا. دلوقتي كان كنا زملاء ساعتها في روزا اليوسف طبعا، في روزا اليوسف مدرسه روزا اليوسف بالظبط. فقال لي دي فكره فيلم حلوه قوي، قلت له بجد؟ قال لي وراح مديني اجازه 3 ايام، كان هو رئيس القسم. قال لي يلا اكتب الحدوته. فكتبت المعالجه الاولى في 3 ايام، بعد كده بقى على مدار ال 25 سنه دول كل شويه اطلعه اقرا اعدل اظبط لغايه ما طلع. طيب صحيح وانت بتكتب الدالي يعني جات لك الرغبه، وكانت المساله عباره عن حلم انك انت تكتب حاجه عن حياه اشرف مروان؟ دي برضو من المفارقات الغريبه. واحنا بنصور الدالي الاولاني هو تقريبا توفى حاجه و20 26 27 يونيو اشرف مروان، اشرف مروان 2007 2007 في التوقيت ده احنا كنا بنصور الدالي بتاعه، وجا الخبر انه حصل كذا كذا ولسه مش عارفين اذا كان انتحار ولا اغتيال ولا ايه. فبدات اعمل سيرش اشوف، كنت اسمع عنه واعرف ان هو يعني سهر عبد الناصر وحاجات كده، لكن ايه بالظبط حكايه اشرف مروان دي؟ لما بدات اقرا فجيت التصوير تاني يوم، قلت لهم يا جماعه دي شخصيه جامده جدا، انا ايدي بتاكلني من امبارح، انا يا تنتجوا الحكايه دي مسلسل وانا اكتبه، يا اما اشوف منتج تاني بالظبط. طبعا ده 11 سنه فكان ساعتها بعد الواقعه دي على طول جمال مروان سافر امريكا، فما كانش فيه مش عارفين تواصل نتكلم مع مين او ايه. وانت عارف دايما في الحوادث اللي زي كده الجهات الامنيه بيبقى لها راي انك انت ما ينفعش تتكلم دلوقتي او ما ينفعش تعمل حاجه دلوقتي او كده. ففضل الحلم لغايه ما من حوالي شهر او اقل لقيت هاني سامي صديق ليا صحفي بيقول لي الموضوع كذا كذا كذا، وانا خدت موافقه على قصه اشرف مروان، فتحب تعملها؟ فحكيت له الحكايه دي زي ما حكيتها لك كده. بمعنى انه هاني هيكتب القصه أو هو عامل اوريدي القصه وخد عليها الموافقات، اخد الموافقه وانت هتكتب؟ انا عامل المعالجه والسيناريو الحر بالظبط، المعالجه والسيناريو. ف يعني المفروض ان شاء الله في خلال ايام في جلسات وكده بحيث ان احنا نخلص موافقات. طب خلال الفتره دي انت درست شخصيه اشرف مروان كويس؟ بدات ارجع دلوقتي، يعني بدات لما الحلم اتجدد انا مخلص الزبق الثاني، يعني اللي هو الجزء الثاني. احنا هنتكلم عنه دلوقتي. فانا فاضي يعني وانا ما بحبش اقعد فاضي. فلما صدقت ان لما هاني كلمني المساله جايه على هوايا اصلا. فبدات اسيرش ثاني عليه على اسيرش ثاني عليه على على جوجل واجيب المراجع والحاجات، وان شاء الله يعني بعد نص جوجل ومراجع وحاجات، ولا بتقابل ناس قابلته شخصيات؟ ده الجزء الاولاني. يعني ده الجزء الاولاني اللي هو المتاح دلوقتي. بعد كده لو في انك انت هتقعد مع ناس من الناس اللي عصرت العمليات دي والحكايه دي، سواء هم انت عارف طبعا بيبقى في بيمدوك هم بداتا يقول لك المنطقه دي ما حدش اتكلم عنها قبل كده، شوف دي ممكن تفيدك ولا لا. ولو في حد من القريبين منه اصحابه ولاده بتاع ده كله جهد
قبل الكتابه دي مرحله التحضير اللي هو تظبيط الشغل اهم من الشغل زي ما بيقولوا في البلد. صحيح. كده طيب الفيلم اللي عمل ضجه الفتره اللي فاتت ويعني انتقادات كتيره جدا وجهت ليه اللي هو فيلم الملاك اللي كان على نتفليكس عن اشرف مروان شفته؟ شفت البرومو بتاعه لسه ما شفتوش بس هو طبيعي انت يعني انت واخد زي ما بيقولوا بالبلدي قفا فلازم تطلع فيها شجاعي السيما وتقول لا ده بتاعنا ولا مش لا الحكايه طبعا حتى المنطق بتاعهم الجانب الاسرائيلي يعني المنطق بتاعهم ان هو راح بنفسه للسفاره وقال لهم انا عايز اشتغل معاكم جاسوس ومش حد بيعمل كده اصلا يعني اللي بيخش في العالم ده او بيبقى ليه خبرات في العالم ده مش حد بيعمل كده ما بتجيش كده اصلا وفي سنه ده وفي وجوده في مكان زي ده اكيد قبل ما يتقدم مثلا البنت جمال عبد الناصر الدكتوره منى او الاستاذه منى اكيد هم عارفوا مين اشرف مروان يعني ابسط حد ابسط حاجه لما بيجي لك عريس لبنتك بتسال الجيران فبالك ده جاي لبنت جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر اعتقد انه قال انه يعني هم قالوا انه ده حصل بعد ما كان لا هو يعني اتكلم انه هو يعني خلاص بقى جزء من المنظومه وصلت خدوا سكرتير للمعلومات اللي بعد وفاه عبد الناصر طبعا للعلاقات الخارجيه سكرتير العلاقات الخارجيه معاه في كرئيس لجمهوريه مصر العربيه خلفا للرئيس جمال عبد الناصر فالموقع نفسه او المنصب نفسه حساس جدا وفي فتره زمنيه ما ينفعش فيها الكلام ده يعني انت في فتره ما بين 67 و 73 ما فيش حد هيخش الدائرة المهمة قوي دي وهو مش متحرر عنه ب 500 مليون طريقة. هل انت يعني شايف انه احنا تأخرنا شوية في عمل يعني دراما خاصة بسجلات المخابرات؟ انا بص برضو انا ليا وجهة نظر في المسألة دي برضه بالتعامل انت في ملفات ما بينفعش تطلع في وقتها او بعد 10 سنين او بعد في حاجات بتقعد 30 سنه 40 سنه يعني مبدئيا عملنا رأفة الهجان بالظبط بس بعد كان رأفة الهجان توفى 78 وكان هو خلص اوريدي يعني خلص مهمته قبل ما يموت مثلا ب 10 سنين او اكتر وتعدى 15 سنه على المهمه بتاعته ما خلصت فبقى لطيف انه يتعامل رأفة الهجان الزيبق احداثه مثلا من 98 ل 2003 احنا بدانا نشتغل في 2016 فكان عدى اوريدي 14 سنه يعني فاهمني فهم بيبقى لهم حسابات هو عايز ده يطلع دلوقتي الملف ده يطلع دلوقتي لانه خارجيا متاح انه يطلع دلوقتي جميل طب يعني انت عملت الزيبق ودلوقتي بتستعد انك تعمل اشرف مروان يعني حد في مكانك يقعد يفكر كده الله طب انا مش ممكن يقارنوني بصالح مرسي الله يرحمه دي حاجه جميله انا من عشاق الراجل ده ولما دخلت الدايره دي ان انا جالي ملف اراه عشان اشوف عرفت قد ايه الراجل ده عبقري لانه بالمصادفه برضو من حاجات عايز احكيها في النقطه دي عرفت قد ايه قيمه صالح مرسي لما وائل عبد الله وكريم كلموني عشان اشارك في العمل ده بشكل غير مرتب جبت الحلقات بتاعت رأفت الهجان كلها اتفرجت عليها ثلاث اجزاء في نفس التوقيت كان وائل عبد الله بيعمل كده ما حدش فينا قال للتاني ده كام حلقه؟ ثلاث اجزاء الاولاني كان 15 الثاني 30 الثالث حاجه 20 تقريبا ف من غير ترتيب كلنا رحنا اتفرجنا على رأفت الهجان وما حدش فينا قال للتاني غير لما بدأنا نقعد نتكلم عشان نشوف هو الأستاذ صلاح مرسي الله يرحمه حظه إن هو جه في زمن كان فيه أولى وتانية ما كانش فيه فضائيات كتير ما كانش فيه موبايلات ما كانش فيه بتاع فدماغ العيال العفاريت بتوع 2016 و2017 دول عشان تقنعهم بعملية مخابراتية ويقعدوا يتشدوا ليها والعملية دي حصلت في زمن الإنترنت والموبايلات والحاجات دي لأول مرة بتعمل عمل مش في الستينات ولا الخمسينات الكلام ده محتاج تخاطبهم كمان باللغة هم يفهموه يعني فكرة السيد محسن ممتاز والسيد مش عارف ايه لو النهاردة قلت السيد الحاجات دي احنا كجيل ليه ثقافة معينة وتربى تربية معينة كانت الحاجات دي بالنسبة لنا لطيفة جدا النهاردة مش حد بيكلم حد يقول له السيد فلان السيد عمرو السيد وليد مفيش كده فكان لازم مهم جدا الحاجات اللي كانت شغلانة لغة الحوار بتاعة المسلسل لازم تكون لغة عشان تقدر من الواقع طبعا انت ال 60% تقريبا من الشعب او اكتر شباب فده مهم كمان ان انت ترمت يعني الهدف الاساسي انك تنمي روح الانتماء عندهم فلازم توصل لهم لازم تنزل لهم شوية عشان كده كان في تاتش كوميدي في الحكاية انك انت بتستغل القبول الفظيع ربنا يبارك له يا رب وحبيب الكريم
الكاريزما بتاعته اللي عند الشباب انه بيحبوه هو لايت بني ادم هو يعني كده. واحد منهم بالظبط فلازم لغه الحوار اللي بيستخدمها كريم على الاقل كمان تبقى قريبه منهم عشان تكسب لان دي مساحه مش بسيطه في الجمهور فدي الحاجه الثانيه الحاجه الاساسيه بقى انا كنت بكلمك فيها قد ايه عبقريه صالح مرسي خدت الملف استحاله يعمل ثلاث اجزاء يعني عمل يعمل ثلاث اجزاء من الفايل ده فبتكتشف ان 85% من الاحداث بتاعت رأفت الهجان من خيال صالح مرسي اوكي وان 85% بس هو هي العمليه اخذ لا يعني خد العمليه وحط روح صالح مرسي وعبقريه صالح مرسي وده كويس ولا طبعا دي ده بقول لك طب ليه يعني مش ممكن حد يتهمه ويقول له طب يعني انت يعني شطحت ما فيش حد بيشطح خالص في المنطقه دي لانه انت كل ما بتكتب حاجه الناس بتقراها وساعات بتصادف حاجات لطيفه جدا ان انت تعمل وسيله خداع استراتيجيه مثلا في مراقبه في مش عارف ايه فيقول لك لا بلاش دي عشان احنا بنعملها فعلا فينفعش نحرقها عشان ما تحرقهاش فبتتبسط طول الوقت ان انت خلاص دخلت في المود وبقيت يعني من نوع معين بالنسبه للغه اللي بيستخدموها يعني زمان كانوا بيخاطبوا بعض السيد وليد السيد عمرو السيد كذا السيد محسن دلوقتي بيقولوا ايه مع بعض برضه من الحاجات اللطيفه انك انت لما تقعد مع الناس دي اولا فكره البدل والكلام ده مفيش دلوقتي طبعا الكلام ده واستحاله استحاله يعني ممكن تخبط في كتف وانت ماشي في الشارع او في اتوبيس او في نادي او في اي حاجه وتحس اللحظه وتشك الواحد ان هو ظابط اساسا مش ظابط في جهاز مهم زي ما هو ده حلو جدا ظابط المخابرات ما تكتشفش انه ظابط المخابرات دي حاجه كويسه الله اكبر كان على الدماغ بقى لما تقعد تتكلم مع الناس دي اولا في كميه وطنيه وحب ومش وطنيه كده لا انت مصدق انك انت بتعمل ده وانك انت ممكن تموت في اي لحظه ومحدش يعرف عنك حاجه لا تاخد ميداليه ولا تاخد نشان ولا تاخد فاهم عكس مثلا رجال الشرطه او رجال الجيش لما بيستشهدوا او بتاع فبيتكرموا بيحصل تكريمات بس بتحصل تكريمات داخليه فاهم فانت فعلا انت بتعمل ده وروحك على كفك بجد بدون ما تنتظر اي مجد دنيوي واحنا يعني برضو بنكمل في موضوع الدراما والسينما اللي عالجت بطولات او عالجت قصص عن الجاسوسيه يعني من الكلاسيكيات بتاعه الموضوع ده مثلا مهمه في تل ابيب الحفار بتشوف الحاجات دي ازاي كوميدي ليه كوميدي لان الحكايه مش كده يعني انت لما بتعاشر الناس دي بتقعد تقرا وتكلم ملفات وتشوف هما بيفكروا ازاي وبتتلعب ازاي طب بنقول كوميدي علشان النهارده يعني عشان احنا شايفينها النهارده شايفينها في 2018 مش شايفينها يعني مثلا مدام ناديه الجندي عملت المهمه في تل ابيب سنه كام حاجه و80 اواخر الثمانينات اواخر يعني من 30 سنه تقريبا من 30 سنه يا ريت بتجري عجزنا ف يعني ليه دلوقتي كوميدي هي مش عليها يعني برضو عشان ما نظلمش مدام ناديه الجندي لا انا ما بتكلمش عن هي فكرة العمل نفسه التناول او الاستسهال زي ما بقول لك احنا لما جينا حطينا نفسنا في المقارنه دي اتخضينا لما اتفرجنا على الحاجات وقرينا الملف بتاع رأفت الهجان اتخضينا من الجهد اللي بذله الراحل صالح مرسي طبعا العملاق صالح مرسي فانت بقيت على لازم تبقى في المستوى ده او تقرب منه على قد ما تقدر تجتهد وتتعب عشان لانه هتلاحظ حتى من بعد الهجان لغايه الزيبق اتعمل اكتر من عمل مخابرات ولا ما فيش حد فيهم علم تقريبا يعني حاجات بسيطه يمكن العميل 1001 وكان دكتور نبيل فاروق طبعا خبرته الفظيعه غير كده في حاجات كلها بتعدي يعني ما فيش حاجه علمت ما فيش حاجه طب أثرت ليه ما علمتش وليه ما اثرتش هل هي زي سلق بيض كده يعني فكره الاستسهال اللي هو ده عمل وطني فالناس هتقعد لا مش الحكايه مش كده لازم انت تصدق وتآمن بان ده حصل فعلا وان الناس دي فعلا عبقريه وان الناس دي فعلا بالبلدي كده علمت على الجهاز المساد فازاي انت العظمه دي اللي هي عملوها ببساطه انت تحولها لعمل درامي يليق بالعظمه اللي هم عملوها في العمليه الحقيقيه طب هل انت مطلع يا استاذ وليد عن على اعمال مشابهه اسرائيليه لا ما جاش في بالك لا لا يعني كيف ينظر السيناريست في الإسرائيلي المنطقه دي يعني. في المنطقه دي بني ادم مش سيناريست طب ما بقدرش لا ما هو انا علشان مثلا زي اللي انا بتعلم عبري علشان اعرفهم بيفكروا ازاي في ناس بتعمل كده انا منهجي مختلف انا عاطفي شويه
يعني تركيبتي كده. بلاش الجانب الاسرائيلي، الجانب مثلا الامريكي، ما هو الافلام هوليود مثلا عندها يعني افلام كبيره. هقول لك ان احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا اعتمدنا عليها انه بدانا نسيرش على اليوتيوب العمليات الموساد في العراق، في اللي هي مثلا ميونخ كل العم وفي تونس، يعني تونس في كذا في كذا دوله، ونشوف اساليبهم عامله ازاي وبتاع. لان احنا في عندنا في الجزء الثاني حاجات كده عمليات بتدور على اراضي، احنا عندنا مثلا 5 دول في الجزء الثاني التصوير. من ضمن الحاجات المهمه في الجزء الثاني ان التصوير بيجري على اراضي 5 دول اوروبيه. وهتصوروا في نفس الدول. كان في معاينات في عمل هم الحياه، يعني مش بخلانين عليها بحاجة. والموضوع عبقري يعني. هو 3 أجزاء على فكرة، هو مش جزئين، هو 3 أجزاء. طب النجم كريم عبد العزيز من 3 أيام أعتقد في ندوة في جامعة حلوان قال إنه الجزء الثاني هيكون في زيبق، هيكون في رمضان. يا رب بشرة خير. بشرة خير. بس مش كان المفروض يكون السنة اللي فاتت؟ كان المفروض اتأجل. احنا اشتغلنا وصورنا شوية وبعدين وقفنا لأسباب تتعلق بالسياسة. ما نقدرش نقول لهم لا. طب انت خلصت كتابة كل الحلقات ولا؟ من الحاجات اللطيفة ان انا دايما بخلص، يعني ما فيش مسلسل بيخش لي او حاجة قبل، يعني 30 حلقة بيكونوا خلصانين قبل التصوير مثلا على الاقل 10-15 يوم. ما بعرفش اكتب على الهواء. مش زي مش زي اللي بيحصل في رمضان. وانا اتعلمت على قد الناس الكتابة على الهواء دي يا استاذ وليد. ازاي الانسان يعني؟ ما اعرفش. ما اعرفش. انا اتربيت على ايد الاستاذ نور، دكتور يحيى الفقراني، محمود حميده، فاروق شيخ، يعني ناس كلها من الجيل. انا محظوظ بالحكايه دي ان انا خدت اخر الزبد بتاعت العباقره دول. فتعلمت ازاي احترم الحاجه اللي بشتغل عليها. يعني زي ما قلت لك انا حضرت الدالي وكتبته في 4 سنين وشهرين 102 حلقه. والحلقه الاخيره كانت في الجزء الاولاني لوحدها 100 يوم. ابن الارندالي كتبته كله في اقل من 100 يوم بتاع دكتور يحيى، لانه كان كوميدي وانا بحب الكوميدي وبلاقي نفسي فيه. ف ما حصلش ابدا انك انت يعني كتبت على الهواء؟ او اضطرتك يعني اضطرتك الصوت؟ ابن الارندالي اخر حلقتين، وكان يعني دكتور يحيى كان رافض تماما ان انا يفضل حلقتين قبل التصوير. لدرجه ان احنا كنا بدايه التصوير في سوريا، فخدني معاه قال لي تكتب معانا. فكتبت 29 في سوريا و30 في المغرب. طلعت من سوريا كان عندي مهرجان في المغرب، كتبت ال30 هناك وانا راجع في الطياره. 6 ساعات بقى بتوع تعمل زي انا بستغل في الكتاب. ما اعرفش انام في الطياره. طيب انت ايه ده انت زي انا جاي من نيويورك ولا دقيقه. طيب من نور الشريف، من نور الشريف لغاية نعم معنا. طيب الفنان طلعت زكريا، الفنان الجميل ونجم الزيبة طبعا، الأستاذ طلعت زكريا. أستاذ طلعت مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب. مساء الخير يا أستاذ وليد. مساء الخير يا أستاذ طلعت. لا الضحكة دي وراها حاجة. قلنا يا استاذ طلعت والله انت وحشني بس مش اكتر. وانت كمان. لا في سيم بيني وبينه طول ما احنا بنشتغل مع بعض. يقول لي يا استاذ وليد. الشغل خلص وانت بتقول له يا خالو. لا بقول له يا طلعت. طلعت الشغل بيخلص برجع اقول له يا استاذ طلعت ويقول لي يا وليد. طب ايه رايك في وليد كسيناريست يا استاذ طلعت؟ سؤال صعب صح؟ سؤال صعب جدا. انا شهادتي مجروحه مع وليد يعني ما ينفعش. وبعدين اللي يكتب مسلسلات قيمه زي الدالي وزي حاجات كتير واخرها الزيبق ده لازم يكون مؤلف قوي وسيناريست جيد جدا برغم من صغر سنه. انما انا وليد صحاب من زمان جدا، وانا بفرح لما بيجي لي اي عمل من وليد يوسف لاني بلاقي نفسي فيه وبحس ان انا هجود فيه واحس ان انا حبان كويس فيه. فانا ما تسالش ابدا عن وليد يوسف، يعني الناس اللي اكبر مني ممكن تتسال. طب نسالك عن كريم عبد العزيز في المسلسل حضرتك خاله مش كده؟ حبيب خاله. حبيب خاله. حبيب خاله. حبيب خاله. قول لنا بقى على كريم. كريم طبعا برضو عشرة قوي. حرامية في تايلاند باين وحرامية في كي جي 2 وكذا فيلم يعني. ابو علي. ففي برضو عشرة جامدة جدا مع كريم عبد العزيز، وفرحنا جدا ان احنا هنتعاون مع بعض تاني. وكانت الكواليس بتاعتنا بتاعت العيلة، يمكن وليد عارف
اللي هي عيلة عمر، اللي هي عيلة كريم، اللي هو أنا وسلوى عثمان وأخته وأخوه. العيلة دي كانت كانت مصدر بهجة كده في المسلسل، وكانت كواليسها إلى حد ما لذيذة يعني. وبعدين أنا وكريم ما بنعرفش نمسك بعض من الضحك، يعني أنا لو قلت أي حاجة كريم بيضحك، في حين إن المسلسل أساسا مش كوميدي، المسلسل سسبنس وكده، بس كان في حاجات غصب عننا كنا بنضحك فيها يعني. فأنا كنت مبسوط قوي بالتعامل مع كريم، وبالتعامل مع وليد، وبالتعامل مع وائل عبد الله وشركة أوسكار. يعني بصراحة كانت من أيام من الأيام الجميلة اللي عدت على الواحد المسلسل. طب يا أستاذ طلعت، لازمة حبيب خاله دي كانت في الورق كتبها وليد ولا يعني ارتجال ولا ايه؟ ما اعرفش، اسال وليد. انا سالته قبل الهوا، فعايز اقارن بين الاجابتين. قول لي. لا انا عشان سامع اوكش في الكلام، بس هو قال لك ايه؟ ايه ما يعني ما اعرف، مش هقول لك. في جزء تاني وتالت طبعا. لا يبقى الاستاذ وليد هو الحبيب. طب قول لنا يا استاذ وليد. قول لنا يا استاذ وليد. هو انا هي الحقيقه كانت مكتوبه مره واحده وبعدين لما طلعت منه بالجمال ده والطبيعيه دي بقيت هكتبها وانا عارف ان هي هتتقال يعني. ايوه حبيب خاله. طبعا طعمها من طلعت زكريا الكريم عبد العزيز. طب حبيب خاله دورك في الجزء الثاني هيبقى ازاي بقى؟ حبيب خاله برضه. حبيب خاله برضه، انا خاله بس بمر بقى بحاجات تانية، وانا مصدر الشقاء لعمر، يعني مصدر الشقاء للعيلة دي، انا مغلبهم يعني وبسرقهم وحاجات كده. وليد يقول لك بقى هو اللي كاتب وعارف. عندنا تطور رهيب في الشخصية في الجزء الثاني والله، وهيمثل تراجيدي اكتر ما يمثل كوميدي، خلي بالك. مش متخيل ان الاستاذ طلعت تراجيدي. لا ده ممثل جميل يعمل يعني. لا هو ممثل رائع بس يعني مش عارف يعني، يعني اتعودت عليه كده يعني. انا نفسي والله نفسي بقى اغير شويه، وبقول لوليد اهو، بقول لحضرتك ان انا نفسي اغير بقى من نفسي شويه، عايز اعمل تراجيدي واعمل شر واعمل حاجات كده، لاني زهقت من الكوميدي بصراحه يعني. منطقه عادل ادهم بقى شر طلعت زكريا اللي هو الابديت بتاع 2018. نعمل بقى، نعمل حاجات مختلفه شويه وليد يعني، نعمل حاجات. يا رب يشرفني ويسعدني. طيب تجربه الفيل في المنديل يا استاذ وليد اللي عملها فيلم جاسوسيه. ليه بقى هتكلمنا هو عدوك ابن كارك؟ ايه رايك بقى؟ هو وعدني مش هيعمل كده تاني. هو قال لي مش هعمل كده. وعدت وليد قلت له انا قاعد مش هتعمل كده تاني خلاص يعني. يا اما انا همثل بقى. توبه. هي كانت مجازفه، قلت اجرب انا المؤلفين دول بيتعبوا ولا لا. لقيتهم ما بيتعبوش خالص، ففرحت، اتضح ان انا مش عارف ان بيتكلموا كويس. لما جربت بقى بنفسك. لما جربت قلت يا عيني بقى. لا ما ينفعش. هقول سر من زمان. قول. ما هو سيناريست شاطر يعني. هو زمان ايام ما كان في ما يسمى بالسهرات التلفزيونيه. أيوة. كان بيكتب سهرات تلفزيونيه. طبعا والله يعني. ليه اكتر من سهره تلفزيونيه وفي سهره اخرجها لي الاستاذ وائل عبد الله. البحث عن عمر بقى مش كده؟ البحث عن حاجه. البحث عن لما كنت في لبنان نحطوها في لبنان. نحطوها في لبنان. كانوا عاملين مسرحيه وبالمره لقوا نفسهم كاست موجود ومخرج ومنتج ومؤلف. نحتايه دي يا استاذ طلعت صح؟ هو بيقول نحتايه، انت موافقه؟ هي نحتايه دي روايه جت على الجبل، لقينا نفسنا على الجبل في الثلج صورناها. جميل. كانت حلوه قوي. قول لي يا استاذ طلعت، يعني زمان كنا بنسمع يعني السهرات اللي انتم بتتكلموا عنها دي دلوقتي كان اسمها تمثيليات مش كده زمان؟ تمثيليه. ما عادش دلوقتي ليه؟ لا ما عادش للاسف. مش عارف ليه يعني، بقعد اسال نفسي ليه، انك تتفرج على موضوع في ساعه او ساعه ونص، موضوع كامل يمتعك يعني. دي كانت حاجه كويسه، دلوقتي بطلوها مش عارف ايه، جايز لصالح السينما، لان السينما برضو بيبقى موضوع مدته ساعه او ساعه ونص. فلغايه دلوقتي مش عارف ليه السهرات دي اتلغت. السبعيات اتلغت. جايز بقى الحاجات دي انتاجيا بتخسر او حاجه. انا ما اعرفش بقى، الله اعلم يعني. طيب الحاجات اللي خلينا في الحاجات اللي بتكسب، ايه الاعمال الجديده بقى بتاعت طلعت زكريا؟ بص بقى انا هقول لك على حاجه بس ما تقولهاش لوليد خالص، ما اعتبره مش سامع. اقفل المايك بتاع وليد. اقفلوا المايك بتاع وليد لو سمحتوا. اتقفل. حصل. انا بكتب اول فيلم رعب كوميدي مصري.
اول فيلم رعب كوميدي مصري بقلم طلعت زكريا. اكتبوا يا محدش عملها قبل كده دي. اكتبوا يا بتوع المواقع الاخباريه اهو. انت قلت يقفلوا المايك المفروض تقول يقفلوا السماعات على الوليد. طيب يعني الموضوع ده جالك ازاي؟ دي فكره كده جات لي وانا قاعد مره قلت ليه ما اعملش فيلم رعب مصري. يبقى الرعب بتاعنا احنا مش رعب بتاع الاجنبي يعني. بس كوميدي كوميدي طبعا اللي هو بتضحك وعمال تقول لي انا عايز زهقت من الكوميدي. ما هو انت هو اللي بتجيبه لنفسك. ما ممكن انا ما اعملوش، ممكن اديه لكوميديان يعمله، ما تفرقش معايا. لا مش هتعملها انت. بس هو والله موضوع حلو قوي وليد، لما اشوفك احكيه لك. طب ما تحكي لنا. وليد مش سامع كده كده مش سامع. لا عشان ما احلاش عن الجمهور بقى. لحظه يا عم هيقول اهو عشان الزملاء. عايز اقول لك هو البطل بيشتغل تربي بيدفن، وعلاقته بالمدافن موجوده طول الفيلم كويس، وبيتعايش ويتعامل مع المدافن ومع الاشباح اللي نايمين في التراب. حلو قوي. من خلال بقى كوميديا بيلاقي اتنين طالعين بيلعبوا طاوله من الميتين، عيال بيلعبوا كوره، حاجات كده يعني. اللي هو جو التفاهه بعيد عن التفاهه. والله ربنا يستر وما تجيليش كوابيس النهارده بعد اللي انا سمعته ده. لا 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 انت هتتبسط، هتضحك. انا سعيد جدا بالمكالمه معاك، وربنا يديلك الصحه ونشوفك ان شاء الله نلتقي على خير يا رب قريب ان شاء الله. ربنا يخليك يا وليد، وشكرا جزيلا، و وقتكم سعيد وجميل ان شاء الله. الله يخليك. شكرا جزيلا للفنان الكبير طلعت زكريا وعم طلعت ده يعني من الناس. عم طلعت في ناس كده. عم صلاح يا عم صلاح عبد الله، عم طلعت زكريا كده يعني. عم كتر ما هم حسن حسني طبعا ده الخال الكبير مش كده؟ طبعا ده السورس بتاع الحنيه كلها. ده صحيح، بس بتلاقيهم في كل الافلام في كل لا بيومي خد الرايه دلوقتي، مش عايزين بيومي خلاص دخل اكتسح بدا ياخد وسيد رجب الاثنين قسموا وسيد رجب مظبوط بس جيل حلو طبعا جيل جميل. بص يعني حققوا النجوميه رغم انهم مش يعني مش النجم الاول يعني. لا في ناس، ما انت عندك العاب سلام النابلسي كان نجم اول ولا القصري عبد الفتاح القصري كان نجم اول صحيح، ولا الشاويش عطيه كان نجم اول صحيح يعني، بس لا غنى عنهم. ما تقدرش تتخيل فيلم مثلا اسماعيل ياسين بدون رياض الاصابر مثلا. ده صحيح. الناس حابه كده، ما تقدرش تقول هنا مين بطل، لان لو الشاويش عطيه مش موجود اسماعيل ياسين مش هيضحك. صحيح بس صحيح. طيب نرجع لوليد يوسف واعماله، واحنا قلنا البدايات كانت يعني الدالي هو اللي عمل اسم الكبير. الدالي كان بعد 20 سنه من بدايه الكتابه. بس هو اللي عمل لك الاسم بالزبط. يعني هو بالزبط. اول نقله كبيره الحمد لله. طبعا الدالي الفنان كبير نور الشريف طبعا الله يرحمه. واخيرا انت بتعمل حاجات للفنان محمد رمضان، اهلا رمضان. تمام. يعني من نور الشريف لمحمد رمضان ايه اللي جمع الشمع المغرب يعني؟ طيب هو مبدئيا لازم تعرف المسرحيه بتتكلم عن ايه بتاع محمد رمضان، ان هو عيله اب عنده اربع اولاد من الناس اللي هي مهتمه بالبورصه والتجاره والسفر والحاجات، وعنده اربع اولاد وعنده حد متربي في وسط العيال دي اللي هو ابوه كان شغال عنده اللي هو رمضان، ابو رمضان كان شغال في نفس البيت وتوفى، فرمضان اتربى مع العيال دي وكبر فيعتبر زي اخوهم بس شغال عندهم. الاربعه دول بيضيعوا لاسباب مختلفه لانشغال الاب بالمال والتجاره. فالاربعه دول هم الشباب النماذج اللي الواحد بيضحك عليه بالمخدرات، واحد بيضحك عليه بالحلم الامريكي، واحد بيضحك عليه بالتطرف الديني وهكذا. فازاي نبني البيت ده عشان البيت ما يقعش، لازم الولاد دول يتم انقاذهم. رحله المسرحيه ان رمضان باعتبار انه كان عايش وملح ومتربي في البيت ده بينقذ ولاد الراجل ده، بيحاول يرجع الراجل ده لبيته ولاولاده عشان البيت يبقى مستقيم لانه رمز للوطن كله. بس فبيتنكر بقى وبيعمل حاجات كتيره وبيغني ويرقص ويعمل استعراضات. ده محمد رمضان معايا او انا مع محمد رمضان عملنا كده. ومحمد رمضان ليه عمل كويسه كتير يعني مؤخرا عمل جواب. انت ليه بتدافع وكانك بتدافع؟ لا ما هو مش محتاج حد يدافع عنه. هو حاله. بص هقول لك على حاجه. انا مره كتبت بحكي واقعة حصلت الاستاذ نور الشريف الله يرحمه، كنت معاه بمنتج عنده وخرجنا من البيت عنده، فبص لعربيه المنتج دي وعسيت فيه. هو كان غاوي عربيات. فبعد ما المنتج مشي وودعناه وبتاع، فقلت له لمحت في عينك نظره كده ما شفتهاش قبل كده. قال لي انا حلم حياتي ان انا اركب العربيه دي. فقلت له انت قادر انك تشتري العربيه دي يا استاذ نور؟ فقال لي طبعا، بس هي الفكره في ايه بقى؟ ان انا لما اركب عربيه زي دي واروح بيها السيده زينب او اروح بيها اي منطقه
الناس اللي انا طول عمري بدافع عنهم وعن همومهم الغلابه هيقولوا ايه؟ بضحك عليهم. فبيحرم نفسه من حاجه نفسه فيها عشان يحافظ على مشاعر جمهوره وعلاقته بيه. طب محمد رمضان ما بيعملش ده؟ محمد رمضان واخدها من منطقه اما بنعمه ربك في حد، ان هو ربنا كرمني فانا من حق ان انا اظهر كرم ربنا ده عليا فيما امتلك. بس دي وجهه نظر ودي وجهه نظر. هو بيتفشخر، في ناس بتعتبرها كده، بس انا لان انا يعني عشرت محمد ده منطقه، ان هو زي مثلا ما بيروح يتبرع ويقوم نازل الشيك. في ناس يقول لك انت برضو محدث وانت مش عارف ايه. لا هو بيقول لك انا يمكن لما بعمل كده زمايلي اشجعهم ان هم كمان يعملوا كده ويقولوا هم كمان ايه المانع، فيدوا هو ليه دماغه، هو دماغه. بس زمايله زعلانين منه يعني. بعض زمايله بيكتبوا على الفيسبوك وبيكتبوا على سنه. بص هقول لك على حاجه، محمد رمضان بقى نجم كبير جدا، نمبر 1. ما فيش حاجه اسمها نمبر 1. كان الاستاذ عادل امام بقى نمبر 1 لان هو بحكم التاريخ وبحكم ال. مش خايف محمد رمضان يزعل؟ لا يزعل ليه؟ انت بتقول عليه مش نمبر 1؟ ما فيش. انا بقول لك انا ما فيش حاجه اسمها نمبر 1. هو ممكن ابقى نمبر 1 السنه دي. ان العمل بتاعي نجح لي السنه دي فانا رقم 1 السنه دي. خلاص؟ مع ان دايما القاعده تتسع للكثير من الناجحين يعني. لا بس هو بيقول على نفسه انه نمبر 1. ما انا كنت جاي لك في الكلام، ان محمد وصل لنجاح كبير جدا في سنه صغيره جدا. وطبيعي اي حد بتتسلط عليه اضواء بشكل مكثف جدا وهو محبوب جدا يعني، شوف الشارع بيبقى عامل ازاي. اكيد. لازم يتخطف، لازم يتخض، لازم حتى لو بان متماسك وحتى لو بان النفس عمارة بسوء، لما مش انت بس، كل اللي حواليك بيقول لك انت عبقري، انت عظيم، انت ما حصلتش، انت انت اللي جاي، وانت 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 انت بني ادم في الاخر. يعني الشيطان مره دخل لواحد من ضمن الحواديت اللطيفه اللي انا بحبها، واحد شرير جدا وواحد طيب جدا، بيتنافسوا على حكم بلد في لندن زمان يعني في القرن الوسطى. فالراجل الشرير استعان بالشيطان قال له ما فيهوش غلطه. هتدخل له منين؟ قال له ان هو ما فيهوش غلطه. بدا يصعد عنده فكره ان انت الكامل المحبوب المش عارف ايه، لغايه ما هوى النفس. فمع تركيبه الشعب المصري والمطيبطيه والمش عارف ايه، ادوله فرصه. يعني هو محتاج ان هو يقعد بالخبره مع نفسه شويه، ولا مش يقعد مع نفسه الايام. ما فيش احسن من الايام اللي بتحل الايام. حلوه دي الايام. طيب يمكن عوده مره ثانيه ل اكتوبر، واحنا في شهر اكتوبر وشهر الانتصارات. النهارده كان في حاجه اسمها الندوه التثقيفيه 29 للقوات المسلحه، وكان لنا شرف. طبعا شفت كلمه السيد الرئيس. طبعا كنا يعني لينا شرف ان احنا حضرناها هناك. انا قابلت النهارده الفريق يوسف عفيفي. الفريق يوسف عفيفي ده كان قائد الفرقه 19 مشاه اللي شاركت من ضمن الخمس فرق اللي شاركت في عبور القناه. النهارده يعني بيقول لي انه يعني انه متاثر جدا انه الهوجه بتاعت اكتوبر بس في ايام اكتوبر، يعني تبقى هوجه كده والاعلام بيسلط الضوء وباقي السنه الناس بتنسى، مفيش اعمال دراميه بتخلد البطولات اللي حصلت. طبعا يعني احنا لو تعرف ومتابع السينما العالميه، الحرب العالميه الثانيه خلصت سنه 45، لغايه النهارده الدول اللي شاركت فيها بتعمل افلام عن حدث خلص بقاله اكتر من حاجه و70 سنه، يعني 73 سنه النهارده. فاحنا حرب اكتوبر دي معجزه بكل المقاييس. يعني انا قريت فيها شويه لان كنت فتره بحضر قصه حياه الرئيس الراحل الانور السادات، كان نفسي اعملها. فقريت كتير فعرفت قد ايه كان فيها خداع وشغل استخباراتي عالي جدا مع بناء عسكري وصفقات ما حدش يعرف عنها حاجه، وكان جزء منها على فكره اشرف مروان، يعني ضمن الناس اللي خلصت حكايه السلاح دي في فتره اعداد الجيش المصري. اشرف مروان، لانه كان ذكي جدا وكان عبقري في التفاوض، من اذكى الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك يعني حسب ما قريت عنه. فلغايه النهارده فعلا نصر اكتوبر بحواديت الجنود بالعمليات الاستنزاف اللي كانت بتحصل، مناوشات اللي احنا نروح ندمر حاجه ونرجع باسرى، او في عندنا حواديت كتير جدا جدا جدا. صحيح. يمكن انا علشان تجربتي شويه بره مصر في روسيا، ف يعني متابع شويه السينما الروسيه والاعمال الدراميه الروسيه. لا يعني الحرب العالميه الثانيه بالنسبه لهم يعني الفوكس طبعا عليها، فبتلاقي مسلسلات، بتلاقي افلام كل سنه
يعني بالزبط. كل سنه شوف الحرب خلصنا من سنه 45 بقول لك احنا مقصرين مش كده يعني من سنه 45 الحرب من ما حققش حرب مراره يعني وبطولات زي ما انت بتقول يعني بطولات لا تعد ولا تحصى يعني في 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 هذا الموضوع. طب النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن توحي ليكم ككتاب سيناريو كمؤلفين يعني مقارنه عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بين بطل احمد المنسي وهشام عشماوي طبعا انا كراجل بتاع دراما لقطها على طول يعني دول مع بعض ممكن يكونوا قعدوا مع بعض في كتيبه واحده كانوا مع بعض في نفس الميز ده حصل تمام فعلا وشوف ده حصل راح فين وده راح فين ده مات ازاي وده هيموت مش ازاي مش ممكن ده يتعمل في عمل يعني سينمائي درامي كان نفسي طبعا بس احد الزملاء بيكتب شخصيه الشهيد احمد المنسي طبعا يعني كان نفسي اقدمه وكلمت انا وحسن الرداد ان احنا نعمل كده بس قلت فعرفت ان الاستاذ عادل اديب مع السيناريست الزميل نصر عبد الرحمن بيحضروا حاجه طبعا دي اقل حاجه وغيره كتير يعني في ناس كتير جدا تستحق يعني الشاب اللي فقد بصره النهارده ده كرمه سياده الرئيس النهارده مش متذكر اسمه بس لفت نظري طبعا محمود محمد مبارك الرضا والصبر اللي على وشه وفرحه اخوه بيه وفقره وفرحته هو نظرات العين بتتكلم وفرحته هو يعني هو يعني ما توقفتش الحياه بعد اللي حصل له لا ده راح اتجوز وخلف وبيقول لك انا ما بشوفش بنتي اسمها سندس وصور وهو ماسكها يقول انا ما بشوفهاش بعيني بس بحسها بقلبي طبعا يعني طبعا. حاجه يعني احنا والله يعني بقول لك احنا عندنا الاف الحواديت بس مين يعني يا ريت انا إيه مستعد طيب؟ انا شخصيا انا مش عايز هل الدوله هل مش عارف شركات الانتاج بتدور على المكسب يعني مش عارف لا انا اعتقد ان في توجه الفتره اللي فاتت دي انه يعني الناس يعني اللي عايز يشارك او عايز يعمل حاجه يعمل بس طبعا يعني يا ريت الناس كمان تتحمس لكده يعني الدوله ما اعتقدش ان عندها مانع تطلع البطولات دي للشركات الانتاج يعني وانا انا بقول لك اهوت انا نفسي اعمل كده حرب اكتوبر بالذات لانها فيها حاجات كتير حلوه قوي ما حدش يعرف عنها حاجه صحيح انت قلت لي في وسط الكلام كده انك بتكتب سيناريو لقصه فيلم اعتقد بكاتبها هاني سامي الله اشرف مروان اللي هو اشرف مروان انا افتكرت في حاجه تانية لا طب هل هل الاسهل لك انك انت تكتب سيناريو لقصه كاتبها واحد تاني ولا انك انت تبقى كاتب القصه والسيناريو والحوار في بدايه كتابه يعني في بدايه الكتابه عندي في مراحل الكتابه ما كنتش يعني كنت بعتبر ده عيب عيب ايه اللي هو لا انا لازم حاجه بحكم السن الصغير زي ما بكلمك على محمد كده ولا انا كمان وانا صغير لا لازم تبقى قصه وسيناريو وحوار بتاعتنا لان انا ابقى عارف اولها واخرها ومراحلها معموله ازاي الالف من ايه تو زد يعني زي ما مع الوقت كتر القرايه كتر الفرجه بتاعها فبلاقي روايات حلوه قوي ببقى نفسي اعمل لها سيناريو بشوف فيها حاجات بين السطور اقدر اعمل انا منها حاجات كده فمن هنا بدات اعمل كده يعني وش تاني زي ما قلت لك قصه وائل عبد الله وانا عملت سيناريو الحوار بالمشاركه مع عبد الله الزيبق نفس الحكايه تجربه هاني سامي دي اشرف مروان فيلم محمد إيه؟ سامي هيبقى اسمها ايه العميل مين مرشح للبطوله غالبا لازم حد هيبقى شبهه يعني انا ما فكرتش في مين تحديدا يعني لو انت كده يعني تختار اسر ياسين تخيلي اسر ياسين لازم يكون شبهه شكلا ولا شبهه يعني من الكاريزما بتاعته ياسر عنده الحته دي برضو ياسر تحبه وتشوفه تحبه عينيه بتلمع صور اشرف مروان بصيت لا فعلا بيقول لك عينيه ذكيه لا صوره كلها بتقول ان الراجل ده فعلا مش سهل يعني الراجل كاتب البريطاني اللي عمل كتاب عن اشرف مروان وقعد معاه قال لك انا في حياتي ما شفتش حد شهاده للتاريخ يعني ما شفتش حد بالذكاء ده والعبقريه دي الراجل ده فعلا ما تقدرش تعرف هو اصله ايه او بيتكلم بجد او ما بيتكلمش بجد محير جدا ولازم تعاشره فتره طويله جدا وبرضه مش عارف توصل لحاجه من كتر عبقريته. طب غير اسر ياسين مين ممكن يصلح لهذا الدور؟ حسن الرداد ممكن؟ والله لي لا بس هو مش عارف يمكن حسن لانه الفتره اللي فاتت الناس قعدت عنه كوميديان ممكن وجه جديد يعني طب من القدام اللي كانوا لو كانوا عايشين مثلا
احمد زكي، نور الشريف، الناس دي كانت تعمل اي حاجه في الدنيا وتصدقها. يعني لما احمد زكي يعمل جمال عبد الناصر ومعامل انور السادات وبعدين عبد الحليم حافظ وطه حسين، ايه ده يعني ايه، وتصدقوا في الاربع حالات. لا دي حاجات يعني مش هتتكرر، دي نوادر زي عادل ادهم ما كان نادر في مجاله. طبعا عادل ادهم رائع. احنا اتكلمنا عن مهمه في اللبيب، يعني انت قلت انه كوميديا وبيقلب معانا كوميدي بس هو مش كوميدي. اعدام ميت، ويمكن كمان الناس قلشت على الفيلم كتير فبقى في الذاكره اكتر. اعدام ميت شايفه ازاي؟ لا ده لا ده برضو من الحاجات. في اتنين كتاب يعني بعد صالح مرسي، في ابراهيم مسعود. يعني طبعا ما اقدرش تتجاهل، وطبعا لا من الناس اللي هي من اهم الناس اللي اشتغلت مع الجهاز وقدمت ملفات من الجهاز طبعا. في كمان الصعود الى الهاويه، وفي بئر الخيانه. بئر الخيانه يعني بئر الخيانه وعدم ميت الاثنين اعتقد ابراهيم مسعود. الاثنين ابراهيم مسعود والاثنين علي عبد الكريم. وصعود للهاويه كان صالح مرسي الله يرحمه. يعني مش عارف، هل الكوميديا اصعب في الكتابه بالنسبه لنا؟ لا اسهل بكتير جدا. يعني زي انا كنت بقول لك من شويه، الحلقه الاخيره في الدل الاولاني 100 يوم ابن الارندلي بالظبط 90 يوم كتاب. وش تاني كان كريم عبد العزيز وحسين فهمي، كان في برضه كوميديا، ده خلص في 3 شهور الا اسبوع. ده يمكن من اسرع المسلسلات اللي كتبتها في حياتي. انا بحب الضحك، بحب بتخليني في حالي بتوحد مع الشخصيات. فلما ببقى بعمل عمل مهم او في تراجيديا كتير وفي بتاع، تلاقيني مكتئب وكائب البيت وكائب الدنيا كلها. فخدت عملت مكتب بره عشان ما لهمش ذنب، ما اضطرش البيت معايا، ابقى في الحاله دي بره البيت. الكوميدي بيبقى دمه خفيف على قلبي، بحس ان انا بحس ان انا صغير في السن، بحس ان انا طفل كده، بحب اتشقى واحب العب. ف بحب الكوميديا جدا طبعا. في يعني نجوم كبار انت اشتغلت معاهم، الله يرحمه نور الشريف، يحيى الفخراني، محمود حميده، ازاي تعامل كل واحد من دول مع السيناريو اللي انت بتكتبه؟ هم اعتقد كلهم مدرسه واحده، احترام الورق، احترام فكر المؤلف، ان هو حتى لو ليه ملحوظه بيقولها لك ازاي؟ مثلا استاذ نور الشريف الله يرحمه، بتلاقي التليفون بيرن، وليد انا الجمله دي مش مرتاح فيها، فمن فضلك اكلمك كمان 5 دقائق تكون لقيت لي بديل. بس دكتور يحيى من اكتر الناس، مش بقى الجمله، النقطتين اللي بين الجمله والجمله، لو في واو او في بس ممتع وفاهم يعني. لما تقعد تتكلم مع حد بيناقشك في الدراما وهو عارف يعني ايه دراما، يعني طبعا في قامه كمان دراميه في البيت عنده، دكتوره لميس جابر. محمود حميده طيب نفس المدرسه، بقول لك هو فكره لانه الناس دي كلها قريت كتير جدا جدا. طب الجيل التالي، الجيل الشاب اللي ينقصه بس فكره القرايه دي، ما يعني ما عادش الزمن كمان، يعني الموبايلات، اليوتيوب، السيرش على طب لما بيحبوا مثلا يراجعوك في جمله ولا بتاع بيعملوها ازاي؟ يعني انت بتقول ان الله يرحمه نور الشريف كان بيكلمك يقول لك بس لو كذا مش عارف. لا في ناس بتقول لك انا هقول كده كده هقول كده هقول كده ويقولوا كده. انا ليا تجربه مش هقول مع مين، كانت قريبه من سنتين كده، كانت انتاج اوسكار برضو مع نجم كبير كان نفسي اشتغل معاه، وعملنا سيناريو وفكره وائل، وانا عملت السيناريو والحوار كله لوحدي، ما كانش وائل معايا. ورايح اول يوم تصوير وائل كلمني قال لي تعالى بقى عشان تبارك للناس ومش عارف ايه، فهم بيصوروا هنا في لقيت حاجه ثانيه خالص. لا لقيت البطل لابس صعيدي. وانت كنت لابس اسكندراني؟ ميلت عليه قلت له احنا عندنا مشاهد في الفيلم اصلا البطل لابس فيها صعيدي. قال لي انا قلت تعالى سلم على الناس ونشرب القهوه ونمشي، انت بتتكلم في حاجات مالكش فيها ليه؟ حاجات هامشيه. بس فاكتشفت مع الوقت طبعا انه ما اتقالش حاجه من اللي احنا كاتبينها اساسا، ولا البطل يعني ارتجل الفيلم كله، ارتجل واخرج ومنتج. كان اخراج وائل مش اخر، لا ما كانش اخرج حد. يعني هو ما انا لو قلت اسم المخرج هنعرف اسم الفيلم احنا بنحاول نجرب. بالظبط. بس فهو برضه في اعتقاده او في دماغه
وتعذره يعني. انا دايما ادي الناس اعذار يعني لان يثبت العكس. هو نجح كده، هو حاسس ان هو لما بيعمل كده بينجح، وغير كده ما عندوش ثقه في انه يامن لك يسلمك نفسه انه يغير نفسه معاك، يجرب يغير نفسه معاك. اوكي. هو عارف ان انا لو عملت شويتين دول هنجح، بس للاسف مع انه سلم نفسه للشريف عرفه يعني مثلا. خلي بالك الفيلم ده كان فيه 8 ابطال. 8 ابطال؟ اه. فمين بقى فيهم؟ لا ما احنا مش هنقول هو مين، بس احنا عارفينه انا وانت. طيب قول لي، يوسف ابنك بيمثل دلوقتي؟ يوسف ثالثه تمثيل واخراج معاه في المسرحيه، وكان محظوظ اكتر مني بكتير لانه نال شرف انه يقف قدام الزعيم عادل امام. واو. في المسلسل الاخراني. كوسه؟ لا خالص والله العظيم خالص. كنت نفعت نفسي، كنت اشتغلت انا مع الاستاذ عادل يعني. المفاجاه كمان بالنسبه لي غير التمثيل في المسلسل ده انه الخمس اغاني اللي في المسلسل تاليف يوسف. كاتب الاغاني هو وخالد انور، الاثنين شاركوا في الكتابه. وانا نازل على تتر المسلسل ان هو كلمات يوسف وليد وخالد انور. بتحضر دلوقتي انت لفيلم ذهب مع الريح؟ ذهب مع الريح. ذهب مع الريح. يعني البطل شغال متنبأ ارصاد واسمه ذهب، فطبيعي انه يبقى ذهب مع الريح. كوميدي طبعا. كوميدي. انا بحب رومانسي كوميدي. انا بحب النوعيه دي يعني، عندي اكتر من تجربه فيها. او اللي خلتني احبها البطل او البطله تم اختيارهم؟ انا بفكر يعني، بفكر انا والاستاذ شادي عادل، شادي علي المخرج، في هنا الزاهد ومصطفى خاطر. ده انت عايز شباب شباب بقى. ما هم معانا طبعا بيوم فؤاد لازم طبعا، احمد ثروت طبعا، الدكتور احمد حلاوه، الناس الجميله دي. طيب النهارده الذكرى السنويه لوفاه المخرج محمد راضي طبعا، الله يرحمه طبعا. حققت البطولات، حققت البطولات العمر اللحظه وكتير. لا طبعا ده من اكتر الناس اللي عملت حاجات عن وحاجات سياسيه كمان، في وراء الشمس الافلام اللي هي كانت ممنوعه من العرض في فتره من الفترات دي، كان بيتكلم عن التعذيب والمعتقلات. موعد مع الرئيس، موعد مع الرئيس كان الهام شاهين وسعيد عبد الغني. بص انا فاكر حتى انت بتقول الاسم، انا بقول لك الداتا بتاعت طبعا الله يرحمه، تاريخ طبعا. وإيهاب راضي خد الحكايه عمل ما هو العيله كل يعني في نفس الروح الوطنيه سيد طبعا طبعا الله يرحمه. اسعدتنا يا استاذ وليد، بنتمنى لك التوفيق في كل اعمالك الحاليه والقادمه ان شاء الله، ونسعد بيك مره ثانيه ان شاء الله في استوديو رائع. شكرا جزيلا للكاتب والسيناريست وليد يوسف. وكده تنتهي حلقتنا النهارده، ودي اخر حلقه هذا الاسبوع في راي عام. نشوفكم الاسبوع المقبل باذن الله في نفس المواد، بدايه من يوم الاحد الساعه 8 مساء. تصبحوا على خير.